مساء السعادة على كل هو وهن بيتفرجوا علينا دلوقتي. يوم جديد وقعدة جديدة من قعداتنا في هو وهن. عندنا حلقة النهاردة حلوة جدا 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 لهن، لكن خلوني في البداية ارحب بديمزي. يا ديمزي، اخبارك ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. وانا كمان برحب بكل مشاهدينا وحلقة جديدة، وحلقتنا النهاردة ثقافية بحتة. هنتكلم عن تجسيد المرأة المصرية في القصص والروايات والأعمال الأدبية المختلفة، ويكون فيه في ضيافتنا النهاردة في فقراتنا مؤلفات قدروا ان هم يكتبوا يعبروا شوية عن واقع مرأة مصرية في المجتمع. ده هيكون محور حلقتنا النهاردة، المرأة الكاتبة والأدبية، هل قدرت انها تعبر عن حياة الست، وهل قدرت توصل صوتها ولا لا؟ ده أنا سعيدة جدا بالحلقة دي الحقيقة. يعني هي هن دايما بتبقى متصدرة الحقيقة المشهد في كل حاجة يعني، والمرأة طبعا قدرت إن هي توصل صوتها. وخليني أقول إن كان زمان في فيلم أيام الفنانة الراحلة فاتن حمامة، كانت عملت فيلم اسمه أريد حلا. ما كنتش أنت اتولدتي أصلا ولا أنا، يعني أنا كنت بس هسمع منك بجد. أنا عايزة أقول لك إن هو حل مشكلة الطلاق، يعني هي كانت الفيلم كانت قصته عن ان هي عايزه تتطلق، وفي بياخد المحاكم بتاخد وقت طويل جدا في قضايا الطلاق. بعد الفيلم ده حصل حلول كتير، زي مثلا تحت الوصايه للفنانه منى زكي، بيناقشوا ده في مجلس النواب ان يعني يغيروا قانون الوصايه. حاجات كتير الحقيقه انا شايفه ان الست لا بتقدر ان هي بصوتها باعمالها بكتاباتها ان هي تغير اشياء كتير جدا من الواقع. ممكن حاجات تكون احنا مش عاجبانا، حاجات زي ما نقول روتينيه او حاجات كتير جدا، فبتقدر الست ان هي تغيرها يعني. فاعتقد الحلقة النهاردة هتكون حلوة جدا ومفيدة لبعض او لكل السيدات. هيكون معنا كمان فقرة مختلفة شوية. بصوا بقى عشان نبقى متفقين، انا هقول لكم اسم مصطلح دلوقتي هو منتشر على السوشيال ميديا وما بين وطلع ترند مع البنات، اسمه سيبو او سيبيو سيكشوال. هو ايه المصطلح ده؟ ده اللي هنعرفه بقى في فقرتنا. ايه معنى المصطلح ده؟ البنات بتدور على ايه؟ او حاجات كتيره جدا يعني، وبيقولوا لي في الاير بيس ان هم يعني بما معناه ان البنات بتدور على الشخص الذكي والمثقف والعبقري. فين ده؟ لما تلاقوه قولوا لي والله، يعني ما اعرفش هو فين. عموما هتكون مع ضيفتنا كمان شويه مع اللايف كوتش نهال فهمي، فاستنونا النهارده نعرف اللي هو ايه السيبيو سيكشوال. صح. كمان بقى بما ان حلقتنا النهارده عن المراه، واحنا دايما يعني كستات بنحب دايما اي حاجه ليها علاقه بالجمال والتجميل واللبس والفاشن وكل حاجه، في ترند جديد كده طالع بقاله فتره كبيره وهو الجل او طلاق الاظافر. ده بيبقى بيرمننت كده، ممكن يقعد معاها شهر. ناس كتير قوي مش عارفه مدى خطوره الهوت جل ده بعد فتره، فخلينا نشوف مع بعض الفيديو ده لصناعه المحتوى زينب علي، ونرجع نكمل كلامنا عن اثار الجل الناجد. رحلتي من الهارد جل او الضوافر العيره الى غرفه العمليات، وده بناء على ان والله في ناس كتير كتر الف خيرها بتسالني انت ليه رابطه صباعك بقالك حبه حلوين من الشهور كده خير. فانا والله بقى هحكي الحدوته دي عشان خاطر الناس الجميله اللي بيسالوني كتر الف خيرهم، وهشيل الصورة التانية دي عشان ملاش لازمة الاشكال دي يعني. ما علينا، المهم انا زي اي ست فجأة لقيت ضوافر الستات احلوت حلاوة مش طبيعية. طب ايه يا جماعة بتعملوا ايه؟ بتاكلوا ايه؟ بتدهنوا ايه؟ قالك لا ده هارد جل في الصالون وتروحي تعمليه ومش عارف ايه وبتاع. اصرفي يا بت بقى، اصرفي بقى انت ناس فاهمه انك في الخليج بقى، فكي عن كيسك بقى، مفيش كيس بس مش مشكله، اصرفي بقى. رحت صرفت وكلفت وبقيت بعملها قرابه السنه، ومبدئيا كده هي الخبطه فيها ماشي تعادل الالم بتاعها يعادل الم او العطسه بعد الولاده القيصري، والولد قيصري عارفين انا بقول ايه. ماشي، مش هلم نفسي واركب بقى بيوجعوني فاروح اركب اللي بيتلزقوا دول ويتشالوا ويترموا دول، لا ازاي اكمل برضه. طيب البني ادم يعني خليني اقول ان انا اتخضيت بجد، يعني انا اتخضيت لان انا بعمل جيل بوليش، يعني المانيكير او اللون اللي انا حطاه دي ضوافري بس انا حاطه اللون. طيب هي زينب بقى نفسها معانا على التليفون دلوقتي، هنعرف منها. يا زينب معانا ولا مش معانا؟ معاكم وسامعاكم. يا زينب يعني الف سلام عليكي، وعايزه اول قبل اي حاجه خليني اطمن عليكي الاول، انت عامله ايه دلوقتي؟
لا انا الحمد لله احسن كتير وفي مرحله التعافي وايديا بقت افضل بكتير الحمد لله الحمد لله. طيب قولي لنا اللي حصل معاكي ايه يا زينب؟ قولي لي اللي حصل معاكي. باختصار انا كنت اكتشفت الهارد جل ده كموضه يعني زي بقيه الستات وابتديت اروح اعمله من حوالي سنه ونص بعمله يعني متقطع يعني كل فتره بعمله كده يقعد معايا اسبوع اسبوعين عندي مناسبه الحاجات اللطيفه دي. ده جل بولش ولا الهارد جل؟ لا الهارد جل مش الجل بولش. الجل بولش عادي بيتشال يعني ليه مادة كيميائية بيتشال بيه أو عن طريق الماشين يعني بالزبط. كل الناس هتعرفها في في الصالونات أيوة. أو في الكوافير الهارد جل بيبقى هو حاجة طبقة فوق الضوافر الطبيعية وكأنها يعني المغري فيها إنه هو كأنه ضفر طبيعي يعني مش هو صناعي ولكنه ملتصق بالصباع أو بالضفر الطبيعي وخفيف جدا طبقة يعني خفيفة فبتخليكي ما بتحسيش بوجوده في الاستعمال اليومي يعني مش بيضايقك قوي. حضرتك سمعيني؟ انا مع حضرتك اتفضلي. طب مش بيضايقك قوي الا لو اتخبطتي فيه او مثلا حصل فيه بيبقى ألمه شديد يعني حقيقي خبط والكلام فبس عملته كذا مرة وكان عادي يعني مجرد الألم ده بس ما تعصت زي ما قلت وكنت بكرره لحد ما في يوم بشكل ما سن باب العربية خد الضفر نفسه بالإكستنشن أو بالهارد جل ونزع جزء وجزء وكان المشكلة الكبيرة أن أنا لما رحت المستشفى عشان أتعالج هم مش قادرين يعالجوني لأنه في حاجة مش طبيعية هو عايز يشيل الحاجة اللي مش طبيعية اللي فوق دي علشان يقدر يعالج الضفر نفسه فهو مش عارف نحاول لمدة 3 أيام بتألم بس مفيش بقى يعني هو الدكاترة عملوا كل حاجة أشعة طمنوا من العظم كويس لأن حصل ورم كبير في الإيد الصباع ودمه يعني كان منظر مش أحسن حاجة وكان الأصعب بقى أن الدكاترة الرجالة حبايبي ما كانوش فاهمين حاجة يعني هم مش قادرين يستوعبوا إيه ده وانتوا جايين لنا بإيه وهي طبعا حاجة حديثة فمش عارف يتصرف ازاي يعني مش عارف ده المفروض يتشال ازاي وخايف يعمل اي حاجة تعمل مضاعفات فقعدنا كذا يوم لحد ما في متخصصة وجهوني ليها بقى في المستشفى بعد 3 أيام وابتدينا نحاول بشكل او باخر نشيل الهارد جل نفسه علشان تقدر تشوف ايه اللي حصل تحت الايد في الضفر الطبيعي فبالتالي هو عمل اعوجاج في مجرى الضفر فابتدى حتى لما الضفر اللي هو بتاع ربنا الطبيعي وقع وابتدينا نتعالج خلاص هو طالع بشكل مش سليم وشكل مش طبيعي وحاجات طالعة تحت اللحم أنا أسفة يعني بس هو ده الوصف فاضطرينا نخش عملية عشان أقدر أخلي بس إن الألم اللي بيجيلي من إن في ضفر بيحاول يطلع واللحم موقفه فبيقلمني فمشكلة كبيرة يعني وابتديت في الكومنتات على الفيديو اكتشفت انه في كتير زي يعني مش انا مش اول واحده في ناس كتير قالت لي وانتي وابتدى في ناس كمان يسالوني طب انتي عملتي العمليه فين طب احنا نروح لحد مختص لايه لان هو لا دكتور عظام مثلا بيعرف يتصرف في الموضوع ولا دكتور يعني لازم جراح يكون متخصص الموضوع مش بسيط قوي يعني سلامتك الف سلامه الف سلامه عليكي يا زينب وخليكي معانا برضو هيكون معانا مداخله لحد متخصص الدكتور مي سمير استشاري امراض الجلديه والتجميل والليزر. دكتور مي ازي حضرتك؟ هاي ازيك عامله ايه الاخبار؟ حضرتك سمعتي معانا زينب ومشكلتها عايز اعرف اتفضل. ناس كتير بيبقى عندها مشكله الهارد جل ده دلوقتي لانه زي ما هي قالت ان هو بيبقى عاجب البنات كلها وعاجبهم شكل ايديهم على طول حاطين مانيكير والكلام ده كله بس هو مشكله الهارد جل ان هو بيمنع اي حاجه تدخل للضفر الطبيعي الضفر اصلا زي اي حاجه في الجلد والشعر دايما بنقول ان هو عايز يتنفس وعايز غذاء لو الناس بتحط مانيكير بيبدا الضوافر تبدا تصفر لونها بيصفر لو الناس اللي بتستخدم هارد جل بتخلي الضوافر فيري فراجايل تبقى يعني خفيفه جدا الضفر ما بيكونش ليه الغذاء الكفايه ما بيتنفسش فساعتها مع اي خبطه مع اي حاجه ممكن يحصل زي الحادثه اللي حصلت لزينب
وبيبدا ياخد الضفر نفسه، ياخد بقى حته من اللحم والكلام ده كله اللي هو احنا بنقول عليها النيل بيد. النيل بيد ده كمان مش دي بس ممكن يحصل فيها، او ممكن يحصل كمان فطريات، لان في ناس ممكن ما بتشيلهاش بانتظام. يعني زينب كانت بتقول ان هي بتشيلها بانتظام وما تكونش بتسيبه فتره طويله. في ناس ممكن يسيبوا الهارد جل على ايديهم 3 اسابيع والشهر، ده بيبدا يدخل ميه تحت الضوافر، وبنشوف المشاكل بقى دي جدا. احنا بنشوف فعلا يا دكتور ان ساعات انا بشوفها عند ناس صحابي لما بيشيلوا بنلاقي فيه زي خضار او حاجات كده على الضوفر نفسه. ما حضرتك اتفضلي دكتور مي. دكتوره مي طيب يعني نرجع. زينب انت معانا صح؟ انا معاكي لسه. هي فعلا زي ما كانت بتقول الدكتوره ان هو فعلا كنت حتى برغم ان انا بشيله بس يعني مش بسيله فتره طويله، يعني اقصى حاجه كان ممكن يقعد معايا 10 ايام. يعني كان فعلا بيخلي الضوافر نفسها رقيقه جدا عن الطبيعي، وبتحتاج طبعا ان انت ترجعي تعتني بيها تاني يعني. واعتناء بقى اكتر من الاول. طب كمان زينب خليني اسالك سؤال جدا. هي دي بيبقى لها ليها علاقه بالمواد اللي بتستخدم من قبل الكوافير او المكان اللي انت بتروحي تعملي عنده الضوافر، ولا ليها علاقه بالاجهزه، ولا ليها علاقه يعني ايه ده يعني حصل ليه، ولا عشان انت سبتي كتير عشان برضو ما نزلتش حد؟ ده هو كان بقاله يومين. يومين. هو كان بقاله يومين. كان بقاله يومين، فكان ناشف جدا يعني، كان لسه. لان هو خدي بالك يعني انا كمان ام وست بيت، فلما بتستخدمي المياه كتير وتحط ايدك في مياه سخنة وبتاع، هو بيبتدي يشق يعني يتشل شوية، يعني هو مش عملي 100%. فهماني؟ فهو برضو اضراره، لانه زي ما قالت الدكتورة انت هو بيمنع الهواء والمياه واي حاجة طبيعية بتتعاملي بيها طول اليوم، فبيخلي انت كمان بتحطي مادة كيماوية على الضفر نفسه. وبعدين هي عشان تعمل الهارد جيل لازم تبرد الضفر الرئيسي جامد جدا، يعني لازم مش اللي هو مش من السن فوق كده عشان تديله الشيب، لا، هي الضفر نفسه لازم ما يبقاش فيه اي زيوت، لازم يبقى خشن قوي علشان هي خاطر تقدر تحط المادة عليه والمادة تتماسك والجل نفسه يتماسك. فهو الضفر يعني زي ما بنقولها كده بيتبهدل. دكتور مي رجعت لنا تاني. دكتور مي حضرتك معانا؟ معاكي. طب عايزين نعرف ايه الاضرار الجانبية التانية اللي ممكن بيحصل في الثياب؟ ممكن كمان زي ما هي كان بتشرح دلوقتي ان هي بتعمل البروسيس دي اللي هي بحيث ان الضفر يبقى رقيق جدا، الاشعة الفوق بنفسجية الجهاز اللي بيدخله فيه الضوافر دي بيبدا يعمل المشاكل للايد نفسها بعد شوية. طبعا عليهم ان كلنا ان هو ممكن يجيب امراض سرطانيه على اللونج تيرم. في ناس بيحصل لها الالتهاب للجلد فبيبقى عندهم التهاب مزمن للجلد، لقوا كمان ان هو بيخلي الضفر نفسه بيفقد القوه بتاعته وبيبقى هش، ان هي بتبلد طبقات من الضفر غير زي ما قلنا اللي هي كمان فطريات. الفطريات كمان من اغلس الحاجات اللي احنا بنتعرض ليها، لان هي بتحتاج فتره طويله جدا للعلاج، سواء الفطريات اللي بتيجي في الايدين او في الرجلين. يعني ممكن نوصل للرجلين لغايه سنه بنحتاج نعالج. مفيش حاجه جات لك يا دكتور مي يعني مثلا يعني زي بعد الشهر؟ طبعا على كل اللي بيتفرجوا علينا ان وصلتوا مثلا لحاجه مرحله خطر جدا او عمليات او حاجه زي كده؟ بصي الحاجات دي عاده بيلجأوا لدكاتره جراحه التجميل، مش هيلجأوا للجلديه بس. طبعا احنا بنشوف مشاكل كتير جدا بقى في التهابات الضوافر او التهابات الجلد اللي حوالين الضوافر، وبالذات لو هي مثلا ربة منزل وبتستخدم ايدها في الميه او عندها اولاد وبتستخدم ايدها في الميه كتير، فده بيخلي الالتهابات بتزيد مع اللي هي ما تكون حاطه مانيكير او الهارد جل، فبيعمل لها مشاكل اكتر، وبنسميها عندنا اونكومايكوزيس. دي الفطريات والميه بتدخل في الحته اللي هي الضفر نايم عليها والجلد اللي حواليها. للاسف ده بيخلي الضفر فيه الم شديد جدا. ممكن نوصل لمضاد حيوي ناخده فطريات، بنوصل لحاجات، وممكن نوصل فعلا الناس نضطر نحولها لزمايلنا جراحة التجميل علشان تقدر تعالج الضفر ونطلع من المشكله دي.
فدايما بنقول خلقة ربنا دايما هي اللي بتبقى حلوه. والله يا دكتور يعني هو ده اللي انا بقول. انا طبعا بشكرك حضرتك شكرا جزيلا دكتور مي سمير استشاري امراض الجلديه والتجميل والليزر. شكرا جزيلا يا دكتور مي. وزينب انا بشكرك والف مليون سلامه عليك يا زينب. وزي ما دكتور مي قالت يا جماعه والله ما هو فيش احلى من الطبيعي. الحاجه الطبيعيه اللي ربنا خلقنا بيها هي دي احسن حاجه. عايزه بقى ضوافرك. انا بخاف جدا من كل الحاجات دي. بس دي مش اول حد على فكره اشوفه بيشتكي. انا كنت لسه بقول لك ووصل الموضوع وصل يعني الحمد لله ان زينب لحقت الموضوع بدري. لا مش حلو يعني خالص ومحتاجين توعيه اكتر البنات تعرف اثاره الجانبيه. للاسف ان احنا بقينا دلوقتي بنستسهل انه ايه ده الله انا هطول ضوافري في 5 دقائق. ما هو كل حاجه ليها اضرار يا جماعه. ممكن تاخدي وقت شويه زي ما بنقول مثلا عايزه تطولي شعرك استخدمي حاجات طبيعيه. ابعدوا عن اي حاجه يا جماعه صناعيه. الف سلام عليك يا زينب وربنا يبعد الشر عن اي واحده بتتفرج علينا دلوقتي. تيجي نطلع لفاصل؟ يلا نطلع فاصل. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع بقى نبدا اول فقراتنا الحواريه. هو هنا اليوم ده كانت حاجة غير عادية. بس انا كان عندي ساعتها احساس ان احنا هنعمل حاجه. ايه هي؟ ما اعرفش. اتحركنا قبل منها بيوم، طلعنا من كيلو 60 من مطار القطاميه على السويس وماشيين عربيه من ورا وخمس ست عربيات وراها مش منورين. من وصلنا السويس الفجر خندقنا في وسط العمارات وكان معانا القوارب بتاعتنا ساعه واحده كده رحنا عاملين ايه؟ ماتش الكوره عشان التمويل لمين؟ للعدو. لو وصلنا وكانوا هم قدامنا شايفيننا. يعني هم شايفين بس احنا في وسط المساكن متخندقين ومتداريين والقوارب نفخينها ومجهزين كل حاجه. عايزين الساعه الصفر بس مش عارف امتى الساعه الصفر دي. لكن تعليمات انزل الميه انزل الميه. الطيران ضرب عند الساعة 2 وربع رجع المدفعية اشتغلت. فضلنا نتراشق بالمدفعية. هم مش احنا بتوع المدفعية، احنا صاعقة أسلحة خفيفة. بس احنا ما نزلناش في الساعة 2 بالظبط، نزلنا الساعة 5 المية. كان بيشاهدنا ان انا بتمنى اللحظة ديت من سنين لما كنت عايز اخد بطاري من اليهود. هم عبرنا طلعنا الساتر الترابي. كان في الموقع متضخم الغام لان في الاقوى نقطه عشان خط بدلت في 40 من عندنا وانا في النهر في المايه انضربوا دلوقت راحوا بالريفيو زمايلي كلهم. في وصلات اسمها تربيد البنجلور عباره عن وصلات مواسير كده نوصل واحده في الثانيه واخر واحده نحط الفتيل بتاع اللغم او التبرير يفتح لي مسافه امشي فيها عشان اعبر انا وزمايلي على خط واحد عشان الغام ما تجيش ناحيتنا. طلعنا على الستر الترابي سبحان الله في واحد قدامي كنا سنين وحش اسمه شكري مجمع من الصعيد لقيته هو راح نايم. قلت له يا شكري انت نمت ولا ما تعدي يا عم؟ يلا خليني اعدي. لقيته هو بيرد الطبقه داخله من دماغه اللي فوق هنا طلعت منين؟ قلت له سحبه مديني اللي ورايا ونزلت. كان معايا جزء سلك رحت المبنى يا جماعه زمايلي احترسهم فيه الرشاش مصمم على ايه؟ على حافه الصدر تروح بيضرب اي حد هيطلع هيضربه. كل زمايلي ايه؟ خدوا حذرهم. هنعمل ايه؟ هتعمل ايه يا سعيد؟ فضلت اسحب لحد ما وصلت فين؟ الراجل اللي هو حاطط الرشاش لان هو اي حد هيعدي على الستر التراب ده هيسيبه. رحت طلع القنبله الثانيه كان معايا 3 قنابل. القنبله الثانيه رحت رميها فين؟ في المسخل اللي فيه البني ادم ده. سمعت صويت الراجل اللي في الرشمة خلاص انتهى. وحشرناهم من يوم 6 اكتوبر لحد يوم 13 عرفين الرايه البيضاء. انا قعدت 6 شهور ما حدش عارف عني حاجه خالص. لما انا اتحاصرت في بورتوفيق قعدت من شهر 10
لحد شهر 4 سنه 74. فيها السكه كان في حساب بتاعت كيلو 101، وعملنا بطولات كتير واحنا في الحصار ده، هو عشان نعيش ناكل ازاي ونشرب ازاي، نتعايش مع الطبيعه. وبعدين جت لي تعليمات تثبت في مكانك ما تتحركش منه الا بتعليمات، عشان في بوادر كده ان في ايه هجوم علينا يوم 22 عشان مش هنسى اليوم ده في حياتي. هنا الطيران بيضرب، الطيارات تضرب من كل حته، حتى رمي جاسوس عشان يهاجموا يوم هم عدوا من الاسماعيليه على السويس، وبعدين يخشوا من بور توفيق. لو دخلوا بور توفيق من الطريق مفيش غير الطريق اللي دخلوا بور توفيق، كنا 6 افراد. فجي معايا واحد اسمه مجد طول بصارت الله يرحمه ويحسن اليه، قال لي يا مستر سعيد احنا مش هنخش، لو دخلوا هنا يخشوا على المستشفى، قلت له ان شاء الله مش هخش، لو خشوا هم يخشوا على يدوس علينا احنا ميتين. عملنا كمين للاخوات دي وسبناها ايه دخلت دبابه ومدرعه، سبناها يخشوا ورحنا ضاربين ايه الدبابه المدرعه. كان معايا واحد من هنا من اسكندريه اسمه حسن الله يرحمه، فانا معايا الغمين وهو معايا الغمين، قلت له رص الغمين ده لحسن، روح انت على الصدر رص الغمين من الناحيه الثانيه، انا روح انت من هنا. سبحان الله كان هو بيديني بيه، روح انت جنب الثاني. رحت شايل الغمين وسكت، راح لما وصلت الطريق الثاني لقيت الغمين انفجروا فيه، حطيت الغمين بتوعي ورجعت سحب تربص واستخبيت فين؟ استاذ التراب. استنى بقى لما الدبابه تيجي، اول دبابه مش عادي راح الرقم بتاعي راح ضارب فيها، يا رب الدبابه والمدرعه راح كل القوات اللي كانت جايه تدخل جوه، راح رايحين تاني فين؟ على السويس طبعا جبل عساء. اليوم ده انا شفت كل جماهير موسى ديان من الدرجه الميدان فين فوق جبل عساء، فين طلع استخبى فوق في جبل عساء، وراح حته اسمها مساكن المثلث وراحوا متمركزين فيها وايه وقعدوا فيها. انما انا نزلت بعد 73 بقيت في قلب سبعين مرة وامشي في وسط الشارع كده اوري الناس ان انا من ضمن ابطال قوات الصعقة. فخور بمشاركتي في الحرب، كنت اتمنى اكون شهيد واموت وانا مستريح عشان اخدت بتار بتار زمايلي، والله بعيط من كثر الفرح، والله قلبي كده بيبقى فرحان ان انا رايح الحاجات ديت، لدرجه ان انا عاوز يعني افتكر كل حاجه قدامي زي شريط السلمه كده، وحاجات بقى ساعه ساعات وارجع افتكرها تاني اقول لهم حصل كذا ويوم كذا، والله ولا انا ولا زمايلي نستاهل الشهاده ولا كلام من، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نحرر ارضنا ونرجع ارضنا تاني بفضل ربنا وابطال زمايلي الشهداء والابطال اللي كانوا معايا. عاهدت الله وعاهدتكم على ان جيلنا لن يتلم اعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلا، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة الصواريخ. رجعنا لكم مرة تانية في هو وهن، ولسه حلقتنا مكملة معاكم عن رصد صورة الست المصرية من خلال الأعمال الأدبية والروايات والقصص. يمكن واحدة من المتخصصات في نقل هذا الواقع هي ضيفتي اللي منوراني النهاردة، الكاتبة والروائية والشاعرة هند الأشعر. عاوز أقول لكم إن هند ليها تجارب أدبية عبرت عن واقع وتحديات الست المصرية، زي آخر عمل ليها وهو رجال من ورق وعروس من حلوى، رواية أدبية بتتكلم عن المشاكل اللي بتحصل بين الراجل والست بعد كام سنة جواز. هتكلمنا عنها اكتر هند النهارده. ازيك يا هند؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام. خليني ابدا معاكي من بدايتك مع الكتابه. انت بتحبي الكتابه من وانت صغيره؟ ايوه انا بحب الكتابه من وانا صغيره. أوكي. جدا. واول حاجه يمكن بدات اكتبها كانت شعر وانا مثلا في رابعه ابتدائي حاجه كده، وكانت في المدرسه بقى. في المدرسه. واكتبها كانت بالانجلش، ما كانتش بالعربي اصلا. وبعد شويه قعدت اقول ايه ده، لا انا لازم اكتب بالعربي ومش عارف ايه، وبعدين بدات بقى اكتب بالعربي شويه بشويه. وبعدين وانا في المدرسه كنت بهرب من المواضيع اللي هي بتاعت التعبير في اني اكتب قصه.
ده بالنسبه لي كان اسهل، وانا كنت فاكره ان الناس كلها كده زيي انه ايه ده الله، طب انا كتبت قصه وانتوا كتبتوا ايه؟ فبصوا لي باستغراب قوي كده اللي هو اكيد لا يعني كتبنا موضوع بالظبط. انا بالنسبه لي الموضوع اللي اسهل أيوة بكتير يعني اللي هو ما لا شك فيه وكده. وبعدين دخلت كليه فنون جميله قسم تصوير، وبعدها اتخرجت واشتغلت فتره مراسله اخبار حوالي 5 سنين، بعدين اشتغلت فتره صغيره مذيعه، ودلوقتي عندي 3 كتب، ديوان شعر قاتل ماريونات وروايه ماء وحياه، واخر حاجه رجال من ورق وعروس من حلوى، وعامله دبلومه علاج بالفن، ودلوقتي بعمل ماجستير في النقد الفني. هنتكلم كده كده عن كل عمل ليهم لوحده، بس فؤاد عايز اعرف بتشوفي ازاي تاثير ادب المراه على حياتنا احنا كستات في المجتمع المصري؟ سؤال حلو ومركب واجابته كبيره قوي. قولي اتكلمي، عايزه اسمعك النهارده. الحقيقه انه الاثنين بينعكسوا على بعض، بمعنى انه لو ما فيش معاناه نسائيه مش هيبقى في كتابه اللي احنا بنسميها احيانا كتابه نسويه او نسائيه ايا ما كان المسمى. انا مش ناقده، فبالتالي المسميات بالنسبه لي مش هي اهم حاجه. انا اهم حاجه بالنسبه لي انه التعبير عن الالم او التعبير عن التجربه او التعبير عن الحياه اليوميه للنساء، دي اكتر حاجه بالنسبه لي بتهمني. فمؤخرا انا شايفه انه حتى كمان في يعني موجه جديده من الكاتبات الشابات، كتاباتهم جميله جدا جدا، وحتى كمان في الدراما بدا يبقى في تركيز اكتر على القضايا النسائيه اكتر من صح. اخر كام سنه يعني حتى كمان احنا دلوقتي كمان إلهام شاهين عاملة مسلسل حلو جدا ليه علاقة بالخرف او الزهايمر، فالحاجات دي ما كانش بيتم الالتفات ليها قبل كده، والنساء كان ليهم يعني تاريخ طويل جدا من النضال في الكتابة، بس لمجرد ان هم يكتبوا لدرجة انهم كانوا بيكتبوا باسماء مستعارة في وقت من الاوقات. فالكتابة النسائية حاجة مهمة جدا ومطروحة بقوة دلوقتي على الساحة، والقضايا النسائية من اهم الحاجات اللي او هي مش من اهم الحاجات، هي على قائمة الاولويات طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده. قوليلي كده عن اكتر كتاب انتي قريتيه واستمتعتي بيه وشايفه انه عبر بشكل كبير عن الواقع اللي بتعيشه الست في المجتمع. في روايه لروائيه اسمها بهيجه حسين، اسمه حكايات عاديه لملء الوقت. الروايه دي ممكن تبقى مش ناس كتير قوي عارفاها، بس هي كانت من اهم الروايات اللي انا قريتها فيها معاناه للنساء، وقد ايه قد ايه كانت مجمعه قصص للنساء حواليها، واعتقد ان هي كمان كانت حاطه جزء من سيرتها الذاتيه او حاجه. في طبعا لا في حاجات كتير قوي كمان مؤخرا، في المؤلفه فاطمه قنديل الروايه بتاعتها، في حاجات كتيره جدا الفتره الاخيره انا تاثرت بيها. طب عايز اعرف منك كده مثلا ايه الاكتر الوقائع السلبيه اللي انت بتشوفيها في المجتمع ونفسك تكتبي عنها، ولو كتبتيها ممكن تسمي الكتاب ده باسم ايه؟ بصي انا بعمل برنامج على يوتيوب اسمه كنبه هند. البرنامج بتناول فيه قضايا المراه. من اهم الحلقات اللي انا عملتها كانت حلقه بتتناول ختان الاناث، وبتتناول معلومه مش ناس كتيره خالص تعرفها، وهو ترميم ختان الاناث. فدي من اهم الحاجات اللي انا بحب اعمل عنها توعيه وبحب اتكلم عنها جدا، لانه قد ايه صديقتي عليا اللي كانت مش منوراني معايا في عليا طلعت في الحلقه اتكلمت عن النساء اللي اتكلموا معاها عن قد ايه مهما طال الوقت النساء عندهم 50 و60 سنة لحد النهاردة لما بيحكوا عن التجربة بيعيطوا. فقد ايه دي تجربة بشعة جدا ومؤلمة، واتمنى انها تنتهي تماما 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 تماما. طب خلينا نروح لكتبك واخر اصدار ليكي حديثا، رجال من ورق وعروس من حلوى. ايه الرسالة اللي انت كنت عايزة توصليها للناس من خلال الكتاب ده؟ بصي
هو الموضوع ده فيه حاجتين. مش ضروري طول الوقت ان اللي بيكتب يبقى عنده رساله. احيانا اللي بيكتب بيكتب لانه هو عايز يكتب. الروايه دي بالصدفه كان ليها رساله ورسالتها انه قد ايه العلاقات الاجتماعيه في الطفوله بتاثر جدا الى الابد. يعني انا بطله القصه عندي اللي هي عليا كان عندها مشاكل كبيره جدا في علاقتها بوالدها، وكانت في نفس الوقت بتخوض طلاق بعد سنتين من الجواز في زيجة تانية، مش في زيجتها الأولانية كمان. وهي بتحكي من خلال الرسائل عن كل الحاجات اللي هي عانتها بسبب عدم وجود باباها في ظهرها وعدم وجود أهلها في ظهرها، وإيه المواقف اللي ممكن تكون أثرت فيها، وإيه المواقف المؤسسة لشخصيتها اللي عملت لها اضطرابات معينة أو اللي خليتها تتصرف مثلا تصرفات معينة، إزاي عدم وجود دعم من الأهل ممكن يكون سبب كبير جدا في اختيارات مش مناسبة للبنات، والعكس كمان. صح. لأنه الناحية التانية كان اللي هو طليقها أو زوجها هو كمان كانت علاقته بأمه علاقة فيها برضو مشاكل وفيها قدر من التسلط وفيها اضطراب كبير جدا. فالرواية اتكلمتي عن وجهة نظر من ناحية الراجل والست. استعرضت علاقة هو طبعا المين عندي هو الست، ولكن أنا كمان عملت يعني اديت اهميه كمان كبيره لعلاقه محمد في الروايه مع امه، وازاي انه الام نفسها تاريخها مع اهلها هي شخصيا بيأثر وكأن الالم يعني بيورث من جيل لجيل. يمكن لما قريت شويه معلومات عن الكتاب اكتشفت ان رسالتك كانت يمكن متركزه اكتر عن ازاي الراجل او الراجل بعد كام سنه من الجواز بيكتشف ان هو اتجوز ست غير اللي هو عارفها. يمكن مش بشكل مباشر، ولكن هو في الروايه دي في الروايه دي هو الراجل كان متمركز جدا حوالين نفسه، كان شايف بس متطلباته هو، كان شايف الحاجات اللي هو محتاجها، كان شايف الحاجات اللي هو عايزها في الاخر، فرسم لها صورة في خيال وعاش مع الصورة مش مع الشخص الحقيقي اللي هو بيأكل وبيشرب وبيتعامل معاه بشكل يومي. فهو فعليا ما كانش يعرفها، يعني هو عاش معاها واتجوزها وانفصلوا وهو ما يعرفهاش. وده بيحصل في الناحيتين، يعني حتى الست برضو بعد الجواز ممكن هتكتشف نفس الـ بتكتشف بقى الراجل بجد. ده حقيقي، ده حقيقي. إن يعني تناقشت يعني ناقشتي الوجهتين النظر دول في الكتاب؟ انا ناقشت الصراعات اللي بتحصل بين الاثنين، واستعرضت كمان من خلال الرسائل اللي هي بتبعتها لباباها، اللي هي عارفه ان هو عمره ما هيقرا الرسائل دي وهي اصلا مش هتبعتها، ولكن هي كانت نوع من انواع التفريغ النفسي بالنسبه لها، انها كانها بتكلم نفسها في صوره الاب. انا استعرضت مشكلات نساء كتير جدا وعلاقتهم بالرجل، وقد ايه انه ممكن يبقى اب، ممكن يبقى زوج، ممكن يبقى اخ، ممكن يبقى صح. ابن، يعني ايا مكان موضعه، ايه مجموعه المشاكل اللي ممكن النساء تكون بتتعرض لها، وايه الضغوطات الكبيره اللي ممكن النساء تكون بتتعرض لها في المجتمع بتخليها طول الوقت بتحاول انها تفيت ان او انها تقع جوه الرسمه اللي المجتمع رسمها لها. صح. وفي معظم الاحيان ما بتكونش دي الحقيقه، ما بتكونش دي الشخصيه الحقيقيه اللي عايزة تنطلق وعايزة تعمل حاجات تانية، وعايزة في مثلا ستات لا إنجابيات مش عايزين يخلفوا، المجتمع بيضغط عليهم ان هم يخلفوا، في مثلا ستات بتبقى عايزة تدرس حاجة معينة او عايزة تعمل حاجة معينة، المجتمع بيضغط عليهم ان هم يكملوا مثلا في زيجات مش مناسبة ليهم، او حتى يتجوزوا ناس اصلا هم مش مناسبين ليهم او مش عايزينهم. فدي كانت يعني مجموعة المشاكل اللي انا ناقشتها في الرواية. شايفة قد ايه مهم دور الاب في حياة اي بنت؟ اهمية كبيرة جدا. الاب هو الصورة الذهنية للرجل في عينين البنت، والعكس صحيح. فإذا المكان ده كان فارغ أو فيه تشوه، اختيارات البنت بعد كده بتبقى اختيارات مؤلمة جدا، لأنها فقدت الصورة اللي هتقدر إنها تقول حتى أنا عايزة شبهها أو مش عايزة شبهها.
ففي الغالب الاختيارات بتبقى يعني بوعي مش ألطف حاجة. خلينا نروح لكتاب تاني من تأليفاتك وهو ديوان شعر قاتل الماريونات، كلميني عنه. ده ديوان بالفصحى باللغة العربية الفصحى. هو شعر نثري بيتكلم عن حاجات متفرقة، حاجات ليها علاقة بالاكتئاب، حاجات ليها علاقة بالانبساط، قصص الحب اللي ما بتكملش، القصص اللي بس بالعينين اللي ما فيهاش أصلا قصة، اللحظة، تسجيل للحظات، يعني بس ما فيهوش حاجة. هل عامة انت بتستوحي اللي بتكتبي يعني او قصصك من احداث حقيقية بتحصل مع الناس حولك، ولا انت بتقعدي فجأة مثلا بيجيلك فكرة او موضوع معين عايز تتكلمي عنه فبتبتدي تكتبي القصة؟ الاثنين يعني حسب الالهام جالي في انهي يعني احيانا كتيرة مثلا قصايد اكتبها وانا في الشارع، ابقى مثلا راكبه مثلا اوبر او اي حاجه وسيله ما عربيه واتيفر، فلاقي نفسي طلعت الموبايل وشفت مثلا شخص معدي بطريقه معينه فجت في دماغي قصه فبدات اكتب عنها. كتابك الثالث بقى ماء وحياه، قول لنا عنه. كتبتي امتى ماء وحياه؟ ازاي؟ نوفيلا فانتازيا بتتكلم عن عالم مش موجود في الحقيقه خالص، وصوره متخيله عن بدايه الخليقه وازاي بدات الحياه وشخصيات كلها فانتازيا تماما. كتبته في تقريبا 2017 اظن، هم كانوا ورا بعض 2017 2018 2020 كانت الروايه اخر حاجه. طب والاصدار الجديد بقى ابتديتي في حاجه جديده ولا لسه؟ في حاجتين، في ديوان شعر خلصان اسمه مسكن بشري، المفروض ان انا هبدا اتعاقد عليه جديد، وفي روايه بادئه فيها دلوقتي بس لسه ما خلصتهاش. عايز اعرف ايه القضايا اللي انت شايفه ان لسه الناس ما عرفتش تناقشها بطريقه صح، وانت نفسك تناقشي حاجه مهمه جدا؟ في حاجات كتيرة قوي. في الوصم المجتمعي للنساء مثلا، ازاي ان ممكن شخصية ما او ست تتوصم بشيء مثلا لا اخلاقي لمجرد انها ما بتعملش نفس الحاجة اللي حواليها بيعملوها. مثلا انه واحدة تبقى مش محجبة مثلا في محيط كله محجبات، او انه مثلا واحده تختار انها تبقى راقصه باليه مثلا في المحيط بتاعها اللي بيرفض ده، او حتى واحده تبقى عايشه لوحدها في مكان والمحيط بيرفض ان هي تبقى عايشه لوحدها. في حاجات حقوق بسيطه جدا للنساء المفروض ان احنا يعني نكون عديناها من سنين طويله جدا، احنا لحد النهارده لسه بنتكلم فيها ولسه بنحاول ان احنا نوعي الناس ولسه بنحاول نقول انه لا يا جماعه ما ينفعش ان احنا نوصم البني ادمين بسبب شكلهم او بسبب لبسهم او بسبب اي حاجه في الدنيا خالص، وان الوصم ده شيء بشع ومؤلم وممكن يؤدي حتى مش بس للاكتئاب، احيانا كمان بيؤدي للانتحار. ايه اقرب عمل لقلبك من الاعمال اللي انت كتبتيها؟ كل حاجه ليها يعني حته كده في قلبي. صعب احكم، وبعدين هقولك على حاجه تانية. احنا بنقع كمبدعين في خطا ان احنا بنحس انه الاعمال بتاعتنا هي عيالنا، فبنبقى متمسكين بيهم جدا وبنحب الحاجات بتاعتنا اللي احنا كتبناها جدا وكده. انا اتعلمت انه انا اخد مسافه من الاعمال علشان ما بقاش مرتبطه بيها هذا الارتباط، عشان اقدر اتطور. ما تكرريهوش، مش بس ما كرريهوش، اعديه. اعمل حاجه احلى، اعمل حاجه مختلفه، اعمل حاجه اغير جلدي زي ما بيقولوا، اعمل حاجه مختلفه خالص، خصوصا كمان ان انا بعمل حاجات ابداعيه مختلفه، يعني انا كل عمل مختلف عن التاني خالص. اول واحد كان ديوان شعر، تاني حاجه كان روايه فانتازيا، تالت حاجه كانت روايه اجتماعيه. فانا بحب التغيير وبحب ان انا اتحدى نفسي، وبحب ان انا كمان التجارب اللي البني ادم بيعيشها زي مثلا تجربه الامومه، دي تجربه كبيره جدا جدا بتخلي الوعي كله بيروح في حته ثانيه خالص.
كل تطور في شخصيتك عامة هيخليك شايفة الحاجة بوجهة نظر مختلفة. بالظبط بالظبط. فأنا في اللحظة اللي أنا فيها دي بالفيرجن بتاع شخصيتي الحالية لا مفيش عندي, أنا واقفة على نفس المسافة من كل الأعمال. مجهزتيش طيب لحاجة جديدة أو موضوع جديد عايزة تناقشيه؟ لا بناقش دلوقتي في رواية جديدة. تكلمينا عنها, ادينا هند. الرواية بتتكلم بشكل أساسي عن علاقة النساء بأجسادهم وإزاي هم من طفولتهم بيتم إبعادهم طول الوقت عن استكشاف أجسادهم, عن إن هم يحبوا أجسادهم, إنه هم طول الوقت في حالة عداء, طول الوقت المجتمع بيقول لهم لا ده حلو ده وحش, انت لازم يبقى وزنك كذا مش كذا, لازم يبقى طولك كذا عشان تبقى حلوه مش كذا, شعرك لازم يبقى شكله كذا مش كذا, عينيكي لو ضيقه مش تبقى مش حلوه لكن لو واسعه تبقي حلوه, لو انت سمره تبقي مش حلوه بس لو بيضه تبقي حلوه, لو انت لبستي الحاجه الفلانيه او تصرفتي التصرف الفلاني او ضحكتي بالطريقه الفلانيه, طول الوقت في قيود 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 بتبعد الستات عن اجسادهم, بتبعدهم عن ان هم يحبوا ذواتهم, بتبعدهم عن حتى استكشاف ابسط الحاجات اللي هم عايزين يعملوها. يعني من ضمن مثلا المشكلات اللي ممكن تبدو ان هي عبيطه جدا ممكن بين الازواج بتحصل, انه الامهات مثلا في البيوت يقعدوا يقولوا للبنات انه عايزه اسافر لا لما تتجوزي, عايزه اعمل ما اعرفش ايه لا لما تتجوزي, عايزه اعمل مش عارف ايه لا لما تتجوزي, وبعدين تتجوز تكتشف انه لا ما هو مش مصباح علاء الدين, صح هو راجل عادي وفي حياه وفي حاجات هو بيبقى عداها وخبرات هو عداها كان المفروض هي كمان تعيشها وما عاشتهاش, فتبدا تحاول انها يعني تستكشف نفسها في ظروف ضغطه جدا وفي تأييدات كبيره جدا بدون اي داعي بدون اي داعي خالص. هل انت قلتي ان انت بتناقشي ده ساعات على سوشيال ميديا؟ ده حقيقي. مواضيع, هل بتناقشي في المواضيع دي يعني من كتبك في سوشيال ميديا ولا بتخلي الناس تقراها احسن؟ الاثنين. احنا القرايه عندنا مش نمبر 1 يعني, صح ودلوقتي بالذات السوشيال ميديا انتشارها اكتر وتفاعل الناس معاها اسرع, فمش طول الوقت هبقى معتمده على انه الناس هتقرا, لانه القرايه محتاجه من الطفوله ان البني ادم يبقى متمرس في ان هو متعود ان هو يقرا, دي كمان حاجه تانية ودي كمان حاجه مهمه جدا, صح. انه احنا نبدا نركز تاني انه الناس تبدا تقرا بشكل يعني اطول شويه, لانه السوشيال ميديا كمان خلتنا تركيزنا قصير جدا في حاجات قصيره جدا, فلما بنيجي نقرا حاجات اطول شويه الموضوع بيبقى فيه قدر من العناء, لان هو عامل زي العضله هو تدريب, فكل ما الناس قرت اكتر كل ما بيبقى عندها مساحه لان هي تتعرض لمعارف اكتر. بس انا برضو مش بعتمد على ده 100%, لا انا احيانا بطلع لايفات. كنبه هند كمان هو بودكاست سماعي, اسمه كنبه هند. حلو قوي. ده يعني بمناسبه الكسل يعني. لا بس حلو عاجبني الاسم كريتيف قوي. فبتكلم فيه عن القضايا النسائيه, بتكلم فيه عن الادب, السينما, نظره السينما عبر التاريخ للنساء, مين المخرجين اللي ممكن يكونوا كانوا حدثيين جدا في تناول قضايا المراه زي مثلا فاطين عبد الوهاب, ايه الادب اللي ممكن يكون بيتكلم عن النساء وبيتكلم بانهي طريقه, ما هو مش طول الوقت الافلام او الدراما او السينما او الكتب اللي اتكلمت عن الست هي في صف الست, احيانا كتيره بيتم استخدام الكوميديا لوصم الست. زي اعمال كتيره جدا احنا لو رجعنا بالزمن بوعينا الحالي هنبدا نحس انه لا ان هي كان فيها حاجات غير مقبول انها تعاد تاني دلوقتي, هنحس انه لا احنا محتاجين نبص بصة نقدية متمعنة اكتر في انه احنا ننتج انتاج ادبي والدراما في السينما يكون لي يعني بنرسم صورة للنساء فيها قدر اكبر من الاحترام. هند انا بشكرك على وجودك معانا النهارده وبالتوفيق في كل اعمالك اللي جايه ان شاء الله. ميرسي, انا انبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. ميرسي جدا. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. و
ولسه اكيد مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو وهن. ويمكن زي ما قلت في الانترو ان في مصطلحات جديده وكتيره بتدخل علينا مجتمعنا بتثير الجدل. زي ما انا قلت لكم، انا كنت قلت لكم في الاول انا ما كنتش عارفاه بصراحه، اسمه سيبيو سكشوال، لما قعدت مع ضيفتي اسمه سابيو سكشوال. هنتكلم عن المصطلح ده وعن مصطلحات تانية كتير دخلت مجتمعنا، ومصطلحات الحقيقة بتبقى غريبة ومش مفهومة. خليني أرحب بضيفتي اللي موجودة معايا النهاردة، أستاذة نهال فهمي لايف كوتش. أستاذة نهال أهلا بيك. أهلا بيك، أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. تمام، زي ما قلت في مصطلحات كتير جديدة بتدخل علينا في مجتمعاتنا العربية وبتبقى جاية من الغرب. بتشوفي ازاي حضرتك المصطلحات دي اللي احنا بقينا بنشوفها وبنشوفها بشكل مستمر الحقيقة كبير جدا كمان على السوشيال ميديا؟ خلينا نبدأ نقول ان اي حاجة بتجينا من الغرب او بتجينا من المجتمعات العربية وبتبدأ تنتشر في وسطينا، حتى كل حاجة في منها الصالح وفي منها الطالح. يعني في منها اللي هيساعدنا ان احنا ننمي المجتمع بتاعنا ونوصل لمرحلة افضل من الثقافة ومن العلم، وفي منها اللي هيضرنا. فمش اي ترند حتى لو كان ترند مش اي ترند يا جماعة نمشي وراه او ابدأ صح. اصنف الناس على اساسه. يعني فكرة تصنيف الناس وهو لحد اللحظة دي الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه اللي هو السابيو سكشوال ده لم يثبت علميا لحد دلوقتي، لسه في دراسات قائمة عليه. هو ايه بقى السابيو سكشوال ده لو سمحتي؟ ده ترند، يعني هقولك تم تحفيز النقاش حواليه وتم إثارة الجدل حوالين ان الست دلوقتي ايه اللي بيلفت نظرها؟ هل الراجل الوسيم مفتول العضلات اللي واخد باله من صحته الغني؟ لا، جم دلوقتي بيتكلموا ان السابيو سكشوال ده هي لما الست بتنجذب لراجل ذكي مع درجة علمية اكبر. يعني انا كنت فاكرها ليها علاقة العلاقة او الحياة الجنسية، عشان لكن هي لا. كلمة سكشوال والسكشوال هو الانجذاب الجسدي، ولكن سابيو هي اصلها خليني اتذكر كانت اصلها كلمة لاتينية والسابيو هي الذكاء اوكي او التعقل. فانت بتنجذب هنا مش بتنجذب للشكل او المظهر. الابيرنس بالنسبه لك دلوقتي لا يعنيك، وده لبعض الفئات. يعني خلينا نقول ان في فئه تم تصنيفها ان هي سابيو سكشوال. بنات ولا اولاد؟ تم اثاره الجدل بقى من اول النقطه دي. يعني ايه اللي فتح الموضوع على السوشيال ميديا؟ هو الموضوع بقى له كذا سنه بيتكلموا فيه بره. ايه اللي فتح الفكره دلوقتي؟ هو بنات ولا اولاد؟ مين اللي مايل ليه اكتر؟ ان واحده ست طلعت عملت كلام، كتبت بوست قالت ان الستات كلها دلوقتي سابيو سكشوال والرجاله مش فاهمين هو ايه ده اصلا. يعني فده معناه غلابه الرجاله، والله غلابه جدا. يعني حرام الست متطلعه لدرجه ايه؟ فهي بتقول ان الستات دلوقتي كلهم بقوا سابيو سكشوال. ده معناه ان احنا عندنا، هي بتقول ان ده معناه ان احنا عندنا بقى في وعي مجتمعي ان الست بقى بدور على الراجل الذكي، الراجل المتعقل، مش الهوائي او الباد بوي. أيوة. يعني بدأنا شوية نمشي مع حجم التنوير اللي شغال داخل المجتمعات العربية. بدأت الست ما بتتعلقش بالباد بوي بالدرجة اللي كنا موجودة طبعا وهتفضل موجودة صح، ولكن بقينا نميل شوية ان الست. وبعدين لما تيجي تبص لها الست، لما تيجي دلوقتي تبص هي محتاجة واحد ذكي ليه؟ او محتاجة واحد عاقل متزن بيعرف يفكر كويس مع درجة علمية كبيرة، صايع من الآخر زي ما بنقول، محتاجة راجل بيبقى صايع فاهم شاطر في هي في محتاجة كل حاجة. راجل شاطر. هم قالوا إن معدلات الذكاء بتبدأ يحسب لها أول ما بيبقى الآي كيو بتاعه 120. يعني ما بنيجي ندخل على جوجل كده، أي حد فيكم ممكن يقدر يدخل على جوجل ويشوف أي تست لاختبار الآي كيو معدل الذكاء بتاعه. وانس إن هو عدى 120 هو كده معدل ذكاء عالي. أوكي، ال 190 ده الاكستريم، يعني احنا كده تخطينا مرحله ان في معدل ذكاء اللي هي جزء بيبقى منها عبقريه. ال 190 بيبدا يحصل عنده خلل في العلاقات عشان بيبقى فاهم زياده عن اللزوم، عشان او هو بيتعمق في جزء واحد. ال 190 في الاي كيو عاده بيبقى مايل ان هو متعمق في تخصص محدد، فبيفتقد لايه؟ للمهارات الحياتيه. فما بيقدرش يتعامل مع شريكته بنفس الكفاءة اللي فيها الشخص اللي عنده الذكاء والمرونة، ان هو زي ما نقول بيقسم ذكائه ده ان هو ناحية ايه؟ مهارات اجتماعية وحياتية، وان هو يشتغل وان هو يكون له دخله الخاص، حاجات كتير قوي.
اوكي. فلما معدل الذكاء بيزيد قوي، اي عارفه زي اي حاجه، لو رديتي لاصلها اي حاجه، رديت فكره الاكستريم الشيء ما بيزيد عن حده بيتقلب ضده طبعا، اي حاجه أكيد. فهي نفس الفكره، لو معدل الذكاء زاد قوي برضه البنت هتجري. صح. طيب خليني ارجع تاني للمصطلح اللي هو السابيو ساكشوال، بيبقى له صفات، يعني انا شايفه ان ده انا اعتقادي، مش هقول طبعا مرض، اللي هو مش مرض يعني، بس يعني هو بيبقى حاجه طرقع يعني، اصل سلوك. اكيد سلوك، خلينا نقول ان هو لحد دلوقتي تم تصنيفه كسلوك. سلوك، هل السلوك ده ليه مواصفات او ليه صفات او ليه علامات ان انا لما اشوف حد مثلا اقول اه دي سابيو ساكشوال ولا لا؟ ما فيش حاجه اسمها كده، في شويه حاجات ولما تدخلي تقريها وتتعمقي في الموضوع هتنبهري ان في حاجات كتير قوي موجوده حواليكي. يعني هتلاقيها في قرايبك وصحابك والبنات اللي حواليكي، ان هي عايزه راجل عاقل متزن، كلامه متزن، بس في شويه بقى تفاصيل زياده بتخص بيها الشخصيه السابيو ساكشوال. يعني مثلا بيلفت نظرها جدا الاخطاء الاملائيه، لو لقيت حد بيكتب فيها اخطاء املائيه يبقى هي هنا بتميل للناس المثقفه، كل ما زادت ثقافته كل ما قلت اخطائه الاملائيه. لان ده بالنسبه لها انت شخص مش مثقف، أوكي. انت شخص مش مطلع، او انت مش قاري، او مش متعلم كويس. طيب بنبدا نبيل السابيو ساكشوال يحبوا يقعدوا دايما في قعدات هاديه، يعني احسن من ان هم يخرجوا في تجمع كبير، يروحوا يقعدوا في جناين، يروحوا يقعدوا في اماكن مفتوحه ويتكلموا في كلام عميق، سياسه، فلسفه، يتخصصوا في نوع من انواع العلوم، ولكن ياخدوا محور محدد ويتعمقوا فيه، وتبدا كانها بتستطلع الشخص اللي قدامها عايزه تعرف اكتر عن المعلومه دي. هو قاري عن حاجه معينه، قاري عن حاجه في الفضاء، انا قاري عن حاجه في علم من العلوم الانسانيه، وعاده بتبقى فلسفه وسياسه. اوكي. فهو يبدا يتكلم، يبدا يلفت نظرها ويعمل لها عامل جذب، عارفه اللي هو ايه، بيفرض شخصيته من ثقافته. يعني انا عندي رأي كده، دي محتاجة دكتور نفساني على طول لو زادت عن حدها. مفيش حد طبيعي يعني انا طبعا احب ان انا ارتبط بحد، يعني عموما يعني اي ست تحب ترتبط بحد ذكي مثقف، ابن ناس، ابن عيلة، ده طبيعي، كل الحاجات الطبيعية لأي واحدة بتتمنى شكله حلو، جسمه حلو، ابن عيلة، ده طبيعي. شفتي انت قلتي ايه؟ ده وده طبعا، انت عملتي الميكس اللي هو الطبيعي. الميكس الطبيعي ده يبقى هنا مفيش خلل هنا في التفكير على الشخص اللي هو بيقدم رغباته او طلباته في الشخص اللي قدامه. انا ليا متطلبات معينه، 1 2 3 4، لو جزء منها ان هو يكون مثقف او متعلم او مش عيب خالص، بل بالعكس هم اشاروا ليها في بعض الدراسات برضو اللي بدات مؤخرا عليها، قالوا ان السابيو ساكشوال دول بيبقى فيه جزء منهم، مش كلهم لان ما فيش تعميم في اي شيء، ولكن جزء منهم هو عايز يضمن حياه مستقبليه ناجحه، فيضمنها ازاي؟ عن طريق راجل ذكي. لا خالص، ما فيش حاجه مضمونه في الدنيا دي بالزبط. خلينا نقول ان ما فيش اي حاجه يا جماعه مضمونه في الدنيا دي، بيبقوا اتنين متفاهمين ومبسوطين والحياه بينهم جميله وبيتجوزوا وبيتقفل عليهم باب بيت واحد، بس بعد كده بيكتشفوا ان هم علاقه، وهنقول ان هي مش هي دي المؤشر الوحيد، ولكن هي جزء من المؤشرات. يعني صح. انا ما اروحش اخد حد غير متزن في مهنته ومتذبذب في ارائه ومش عارف يستقر في مهنه او بيواجه صعوبات كتير جدا بناء على مشاكل شخصيه. صح. عنده، واجي اقول ان هو ده هيبقى ناجح في ان هو يكون رب اسره. فهي جزء منها صغير، ولكن هي مش العامل الاساسي، جزء منها صغير بيقول ان هو مؤشر من مؤشرات النجاح. يعني يخلي يعني جزء، يعني جزء. لو بنت دلوقتي بتختار شريك حياتها عارفه ان هي تعمل ايه؟ لا، حلو ان هو يبقى مطلع ومثقف، بيقرا طبعا، بيفهم، فواعي، لانه عشان حتى يبقى لما يبقوا قاعدين في البيت لوحدهم حتى يبقى في مجال للحوار والنقاش يتكلموا فيه. طبعا، لان سابيو ساكشوال بيفرق معاهم جدا، ده بيفرق معاهم جدا ان الحوار دايما يكون هات وخد. وانس ان هم بداوا يسالوا والشريك بتاعهم بدا يقف عن الردود وما عندوش عارفه المحتوى بتاع الكلام اللي هو يتناقش فيه، هم يحسوا ان القعده بدات تبقى ممله، ما يحسوش ان هم مستمتعين بالنقاش اصلا معاه. يعني استاذه نهال، دي ليها علاقه بان بشوف بنات او ستات يقول لك لما مثلا جوزها او خطيبها يبقى راجل كويس معاها،
مش هقول متساهل يعني كل حاجة، أنا نازلة مع صحابي طيب يا حبيبتي، أنا مش عارفة خارجة فين طيب يا حبيبتي، أنا مسافرة فين ماشي يا حبيبتي. على العكس في رجالة تانية يقولك إيه، لا مفيش خروج مع صحابك لوحدك، مفيش سفر مع حتى مع أهلك. في رجالة، في ستات عفوا بتحب النوعية دي من الرجال، هو الراجل المسيطر، الراجل اللي متحكم، الراجل اللي فارد سيطرته. لو ارتبطت بواحد تاني اللي هو طيب حاضر، هي ما بتبقاش قلة او يعني ضعف شخصية خالص، بيبقى في رجالة متفهمة. قصدك انه راجل متصالح او متسامح؟ اه كلها، خلينا بلاش اقول كلها برضه، هي بيبقى جزء كبير منها مشاكل في التنشئة. في التنشئة صح، يعني في حاجات كتير قوي احنا بنواجهها دلوقتي مع الادلتس وهم بيتكلموا، معظمها بيبقى راجع للتنشئة. في حاجات طبعا مع التكوين ومع الحياة ومع الأحداث اللي بتحصل والتغيرات اللي بتطرق على حياتهم، ولكن الأصل بجزء كبير بيرجع للتربية والتنشئة. علاقتها مع أبوها كانت عاملة إزاي؟ علاقتها مع والدتها كانت عاملة إزاي؟ طب هل هي دخلت أي علاقات فاشلة مع أشخاص معينة فبقى عندها bad experience فبتقول والله هو لو كذا يبقى كذا؟ لأن العقل دايما بيحب يعمل إيه؟ يربط بتجارب حقيقية مريتي بيها صح. عشان يأمنك. هو مش بيعمل حاجة عشان يضرك، هو بيربط لك دايما الأحداث كلها ببعضها، فبيبدأ يكونكت كل الأحداث المتشابهة، يقولك والله أنت لو دخلت يمين دلوقتي من غير ما تبصي في الجي بي اس هتوهي صح. فيبدأ عقلك يضرب فلاش كده، أصل أنا لو توهت هدخل في شوارع ضلمة فأنا مش هعرف أطلع وأعطل ساعة. أيوة صح، هو بيحاول يحميكي. طيب بما إن حضرتك ذكرتي العقل، على ايامي انا في جيلي احنا بنبقى ماشيين معظمنا برضو مش ما بعممش دايما في الكلام، معظمنا بيمشي ورا قلبه وايه، بحبه يا بابا، بحبه يا بابا، خلاص. انا دلوقتي ملاحظه ان الجيل الجديد لا، بيمشي بعقله، بيفكر بعقله، هيعمل لي ايه، هيجيب لي ايه، هيوديني فين، هيعمل لي فرح فين، الشبكه قد ايه. ده الجيل الجديد مجنبين قلبهم شويه، مع ان احنا زمان كنا نقول ايه، لا يا جماعة جنبوا قلبكم وفكروا بعقلكم. دلوقتي العكس، جنبوا عقلكم شوية وفكروا بقلبكم. مين الصح؟ يعني شايفة احنا ولا هما الصح؟ طيب مفيش مين الصح، هو في كل كيس باي كيس، كل موقف. يعني انا ما ينفعش اقول لبنت والله تعقلي 100% واحسبي كل حاجة بعقلك بدون مشاعر وادخلي في علاقة وتجوزي وارتبطي. لا، احنا بنقول لا، لازم تبقي بتحبي ولازم تبقي حاسه بمشاعر طيبه، مشاعر طيبه تجاه الشريك بتاعك اللي انت اخترتيه، بس مش لوحده. طول ما في مشاركه، على فكره بس ده في اي حاجه، مش في العلاقات الانسانيه صح. بس ولا في اختيار الشريك. انت بتيجي توجهي الكلام ده لولد او بنت لسه في مقتبل العمر وبيبداوا حياتهم، لا، انت محتاج تحط قلبك وعقلك ومشاعرك وتفكيرك المنطقي في الشغل، في الصداقه، في العلاقات الانسانيه، في العلاقات الزوجيه، في كل شيء. لازم يحكموا الاثنين، ما ينفعش ابدي حاجه على الثانيه. وده بيبقى افضل، وده اللي بيخلي العلاقه تبقى صحيه اكتر. ولما نواجه مشكله نعرف نعديها. طيب خليني اسال حضرتك بقى، ايه العوائق اللي ممكن تعود على البنت في حاله ان هي خلاص ارتبطت مع الشخص ده، وتتصرف بقى معاه ازاي؟ تمشي وزي ما قلت كده اجري يا مجدي، ولا لا ممكن تقعد وزي ما بنقول لا المواضيع دي تتحل؟ خليني اراجع معاكي تاني ان انا سالتك هم في انهي مرحله في العلاقه؟ في الخطوبه. لان مرحله الخطوبه انا لسه عندي خطوات ارتجاعيه مختلفه طبعا. ممكن ارجع، ممكن اوقف الخطوبه دي لحد ما اللي قدامي يغير من شخصيته او يغير من طباعه لو هو في امل ان هو يغير. ولكن في حاله ان هم متزوجين النصيحه بتبقى مختلفه تماما. فخلينا نرجع هنا ان احنا نتكلم عن المخطوبين، لان الجواز هي بيبقى اوريدي في فتره خطوبه قبلها، فهي بتبقى شايفاه ارتضيت بالشخصيه وارتضيت بالفكره. فانا مش ضد فكره ان هو لا لو مش عاجبك بعد الجواز طلقي. فاحنا خلينا نتكلم على المخطوبين، على المخطوبين او المقدمين حتى كمان على خطوبه. طيب هي دلوقتي لما وافقت تتخطب له، والخطوبه دي فتره تعارف ومرحله جميله جدا عشان يقربوا الاثنين من بعض ويفهموا بعض اكتر. هي لقت ان هو حد، هنقول ان هو حاد الطباع، خلينا نقول يعني جليات دي عارفه بتختلف شويه، حاجه فاريبل قوي. يعني انا ممكن اشوف شخص جليات حد تاني ما اشوفوش، ما تقدريش برضو تقولي ايه لا، غير لو هو اجمع الجميع عليه ان هو جليات. طب لو هي مش شايفه ده، حاجه من اتنين، يا مرايه الحب عامية، فهي مش دريانه هي داخله في ايه صح. ومش حاسه باي مشاكل بتواجهها ومش حاسه باللي هيواجهها لسه، فهنا انت مهما اتكلمتي معاها هي مش هتشوف. ولو عنفتيها او ضايقتيها او كانك زقتيها بالعافيه، بل بالعكس هي هتصمم اكتر. الممنوع مرغوب. فالحل ايه؟
الحل ان انت لو والدتها بتتكلم معاها تبدا تتناقش معاها واحده واحده. إيه طب انت ايه اللي عاجبك فيه؟ تعالي كده نفصص الشخصيه نفسها وناخدها اجزاء ونكتب في ورقه مميزاته ونكتب عيوبه ونكتب هل ده مناسب ليكي ولا لا، ده لو هي مصممه عليه. طب لو هي شخص لوحدها عندها الوعي ان هي متردده، هي شايفه انه في عيوب بس مش عارفه تكمل ولا ما تكملش، ايوه هتقعد تقيم العلاقه دي في فتره تجريبيه، هل يناسبني اني اعيش مع واحد يحرجني وانا في مكان عام؟ احط نفسي في اسئله عارفه صريحه ومباشره، اطلع نفسي من الدايره اللي انا فيها، ما هو الشخص المرتبط ده بيبقى جوه دايره، اطلع نفسي من الدايره واحط شخص تاني جوه. لو انا بتفرج على الموقف ده من بره الدايره دي، هل انا هقبل ولا لا؟ صح كده، قبولي غير قبولك غير قبول اي حد، لان هنا برضو ده الموضوع ده بيختلف. لا انا بتكلم على الشخصيه، على البنت نفسها. لو البنت نفسها دخلت حد مكانها وشافت السيتويشن كده من بره وقالت انا مستحيل اقبلها على البنت اللي قاعده جوه ده، يبقى خلاص يبقى هي خدت القرار، بس ممكن تكون خايفه تنفذه. صح، ودي بتبقى مشكله تانية، ان بعض الناس بعد ما بتدخل في قرار الخطوبه بتبقى طب انا مش هرجع في الخطوبه، طب انا مش هفسخ، هتقول لك انا هيبقى اسمي ان انا يعني حبيبتي ما تفسخي خطوبتك، على فكره هو مش حاجه حرام على فكره، لو هي لو مضطره، لا قصدي لو مضطره مش مناسبه ليكي. لا طبعا انت مش مجبره ان انت تكملي عشان اتخطبتي. طيب او اخترتي اختيار خاطئ، صح مش عيب على لا فكره، لا 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 طبعا. طيب خليني اسال حضرتك برضو للبنات بقى اللي بيتفرجوا علينا، المفروض البنت تنجذب لايه في الراجل؟ يعني اكتر حاجه يعني، بس ما حدش يضحك عليا، كان زمان على ايامي البنات كان في حبه تفاهه شويه، ولغايه دلوقتي على فكره موجود، ساعته، الشوز بتاعته، الجرافات بتاعه، يعني بحس ان دي حاجات شكليات قوي، لكن اكتر حاجه المفروض ان انا انجذب ليها ايه، او ان انا اركز عليها ايه لما ابتدي زي ما بنقول الشراره، بيبقى فيه في الاول كده شراره، اول شراره، اول لما شراره تيجي امشي وراها ولا اجري؟ ايوه عارفه هنا بقى اللي فعلا ممكن تقول لها حتى لو في شراره اجري يا مجدي. ليه بقى؟ لان ممكن تكون وقعت في حب شخص غلط، شخص مش مناسب ليها، مش مناسب لاحتياجاتها. فانت لو عايزه توجهي رساله تقولي للبنت ازاي تختار، هي لازم تبقى عارفه هي محتاجه ايه. هي محتاجه دعم بشكل عامل ازاي، هي محتاجه شخص هادي طباعه هاديه، ما ينفعش تروح لحد عنيف طباعه حادة واقول اصل هو هيتغير، او اقول اصل فيه امتيازات وحاجات تانية هتغنيني عن ده. ما ينفعش، لو انت من اساسيات تعاملاتك مع البشر بتحبي في علاقاتك الاحترام، ما ينفعش تروحي لواحد بيقل من احترامك. ما ينفع، خلاص دافنتي كده انت بتقولي او واحد عصبي بيتعصب في عصبيته بيطلع كلام مش لطيف. ولكن في حاجات لا يختلف عليها اتنين، صح، انه لازم يكون محترم، لازم تكون اخلاقه عاليه. طب الاخلاق العاليه دي بنقيسها ازاي؟ من تعاملاته مع اهله كمان، مع المقربين منه. ايوه فدرجه اولى اهله، ما هو بيعامل اهله باحترام، في ود، تمام. صح. طيب طريقه احترامه وتقديره لاهله عامله ازاي؟ طريقه احترامه وتقديره لتعاملاته مع اصدقائه المقربين، طب بيحترم شغله ازاي؟ كل الحاجات دي انا بقيس منها. طيب احنا لما بنتكلم انا وانت بنيجي في بدايه العلاقه تقعدي معاه كده، بيحترمك؟ طب بيحترم مساحتك الخاصة؟ في شوية مقاييس أول ما تبقى موجودة يبقى أنت في علاقة صحية كويسة. بيحترمك، بيحترم أهلك، وده شيء متبادل ما بينهم هما الاثنين. احترام المساحة الخاصة، احترام الرأي، الدعم، لغة الحوار ما بينكوا، ويبقى في لغة حوار، ما يبقاش لغة الحوار هتلاقيها على طول جاي وراها الدعم. لأن لو في لغة حوار واحد فيهم عمل حاجة كويسة في شغله أو في دراسته، التاني بيسقف، صح، يقول له برافو، بيدعمه، ما بيكسروش. وتقيسي دايما امتى العلاقه التوكسيك، على طول عكس اللي انا بقوله ده. اللي بيكسر، اللي بيقول لك انت ما عملتي، انت عملتي ايه يعني؟ ايه اللي انت عملتيه كويس؟ انت ولا حاجه. والست بتعمل كده برضه، صح طبعا، في بعض الحين طبعا. تقول له انت مش، انت لازم مش فالح، او انت مش فاهم حاجه في شغلك، انت مش عارف تحل المشكله دي، لان انت مش عارف. صح، تكسير ده في الشخصيه بيضعفها، هو مش بيضعفها كأساسها بس، هو بيضعف البوند اللي ما بينهم هما الاثنين. صح، فبينهي العلاقه. والله يا استاذه نهال احنا محتاجينك في حلقات تانية عشان ندي نصايح كمان للسيدات بقى المتزوجين، لان بشوف للاسف عشان نسبه الطلاق شايفاها بنسبه كبيره جدا، لان ما بقاش حد خلاص بيستحمل حد، فمحتاجين حلقه نقول للست لما تلاقي جوزك مثلا في مشاكل استحملي ازاي، وانت كمان لهو، هو لما يلاقي هي متضايقه او كده يستحملوا بعض ازاي. انا مبسوطه جدا بوجود
بوجود حضرتك معايا. شكرا شكرا بجد انا شخصيا استفدت واكيد كل اللي بيتفرجوا علينا استفادوا. اللايف كوتش نهال فهمي نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليكي. ميرسي ميرسي لحضرتك. حلقه منوره بيكي. طيب احنا خليني اقول ان احنا اكيد لسه طبعا مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو هنا، لكن هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل على طول. اهلا بيكم من اجمل مكان في الدنيا وهو المطبخ، واحلى واجمل فقره بنختم دايما بيها وزي ما بنقول دايما ختامها مسك. حلقتنا النهارده كانت عن الثقافه وعن الادب وكلام كبير جدا. فقرتنا دلوقتي مش هنروح بعيد قوي، ليه؟ لان ضيفتي الحقيقه هي يعني زي ما بنقول هي ستايلست شاطره جدا، غير كده هي كاتبة جميلة جدا. خلوني ارحب بالفود ستايلست هبة عبد العليم. يا هبة اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ كله تمام؟ ايه الاخبار؟ كله 100 100 الحمد لله. عندي كلام كتير وهنقعد نرغي بقى وقفة المطبخ. تحب الرغي؟ اكيد. بس خلينا قبل ما نرغي نقول احنا هنعمل ايه، وبعد ما نقول هنعمل ايه هنقول المقادير عشان الناس تشوف الحاجات الحلوه اللي انت هتعمليها، وبعدين نقعد ايه نرغي براحتنا. هو النهارده انا هعمل وصفتين بشكل ما يعتبروا وصفات موفره. حاجة بسيطة في الوقت نفسه، حاجات بتتعمل بسرعة يعني بتاخدش وقت سريع. انا ما بحبش الكركبة في المطبخ. طيب انا شايفة فيه سجق، هنعمل ايه بقى؟ هما الوصفتين معتمدين على السجق بشكل اساسي. اوكي. الوصفة الاولى طاجن سجق بالخضار. واو. والوصفة التانية طاجن بطاطس بالسجق. واو. ووين ووين. طيب نقول المقادير. مقادير طاجن السجق بالخضار، نص كيلو سجق بلدي، ثلاث بطاطسات مقطعين مكعبات، بصل مقطع شرايح، طماطم مقطعة مكعبات، فلفل ألوان أو فلفل أخضر مقطع شرايح، وملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة، بابريكا، ومعنا دبس رمان. حلو قوي. دي أول وصفة. الوصفة الثانية بقى. الوصفة الثانية هي بطاطس بالسجق. إحنا هنحط فيها شرايح بطاطس، هنحط بصل، وهنحط طماطم، وهنحط عصير طماطم، وهنحط صلصة، ومعانا جوزة الطيب، ومعانا توم، وعندنا كمان سجق. بس السجق بقى اللي هنحطه في الريسيبي دي علشان ما تبقاش تقيلة قوي ودسمة، احنا هنفقطه في المية ونطلعه بحيث ان هو يبقى نص مسلوق. اوكي. يعني مية مغلية. هنحطه في مية مغلية مثلا دقيقتين ثلاث دقايق بحيث ان هو ينزل الدهون اللي فيه وكل الكلام ده، على اساس ان هو لما يتحط مع البطاطس ما يبقاش دسم وتقيل وكده يعني. يلا بينا نبدا. اوكي يلا خلينا نبدا الاول الطاجن اللي احنا هنحطه في الفرن، وبعد كده بقى نولع البوتاجاز ونبدا بقى نطبخ وندردش. يلا بينا. اوكي. طيب انت فود ستايلينج. انا فود ستايلست. ايه الفود ستايلينج اللي هو يعني ايه عشان نعرف الناس بيه برضه؟ الفود ستايلينج هو فن اعداد الطعام من اجل تصويره. لو انا هعطلك عن البتاع انا عايز اكل الصراحه يعني. كلمي وانت بتطبخي. هو فن اعداد الطعام من اجل تصويره لاغراض جماليه او دعائيه. اوكي. يعني من الاخر الاكل اللي بيتصور في الصور مطاعم منيوهات واتيفر بيتجهز بطريقه غير الطريقه اللي احنا بنطبخ بيها الاكل في البيت. اوكي. الصوره. أوكي. او اللي بالضبط. على المنيو مثلا الصوره دي اللي هو المنيو بقى والصور مثلا اللي بتبقى على الصور مثلا اللي بتبقى على غلاف مثلا العبوات بتاعه الاكل الحاجات. أي. اللي زي كده دي بتتصور بطريقه الاكل عشان يتصور بيتجهز بطريقه غير الطريقه المعتاده اللي احنا بنطبخ بيها في البيت. فالفود ستايلنج هو تجهيز الاكل علشان تصويره. اوكي اوكي. حلو قوي. الفكره انه الاكل لما بيطبخ بالطريقه المعتاده بيفقد كتير من خواصه. شكله بيتغير، قوامه بيتغير، لونه كل التفاصيل لونه بيتغير طبعا. طب. فاحنا لازم اما نيجي نجهز الاكل علشان التصوير بنجهزه بمواصفات معينه. طب مش التصوير ده ممكن في الاديت ممكن نلعب في اللون في الحاجات دي، ولا لا انتوا من البدايه بتصوروا؟ لا من الاول. بعدين خليني مثلا ناخد مثلا ايس كريم كمثال. انت عارفه عشان تاخدي صوره اكل بتقعدي تشتغل يعني قدام الكاميرا مثلا ما لا يقل عن ساعه. اوكي. خلينا نقول لو انت هتصوري ايس كريم هل هو هيصمد معاكي قدام الكاميرا ساعه؟ لا استحاله. نفس الاكل لو بتعملي مثلا شوربه لو بتعملي اي حاجه هتلاقي ان شكلها اتغير. ايوه. فا
الفود ستايلينج هو انك تجهزي الاكل علشان يتصور. طيب خلينا نقول احنا عملنا ايه، حطينا السجق، حطينا السجق وحطينا الطماطم والفلفل الالوان والبصل والبطاطس. وبتحطي انت ما بتديش مثلا تشويح للسجق او حاجه؟ لا لا لا، زي ما هو دي سهل، دي خطيره الاكله دي، سهله. احنا هنحط دلوقتي عليها التوابل وهندخلها الفرن وخلاص الموضوع خلص على كده. واعتقد السجق ما بياخدش وقت في السوا برده خالص. بالظبط بالظبط، تقعد في الفرن حوالي تلت ساعه. ده خطيره دي، دي مناسبه جدا، دي اكله بقى يا جماعه مناسبه لكل السيدات العاملات اللي هم زي حالاتي كده، وكله على بعضه وفي الفرن السيدات العاملات والامهات واللي راجعين من المدارس واللي راجعين من التمرين وكل التفاصيل دي بقى. هناخد صح يا رقي، برافو عليك. مخرجنا العظيم بيقول لي ان مفيش ما حطيناش اي ماده دهنيه لان السجق بينزل انت بتعرف تطبخ يا رقي ولا ايه؟ ها ايه الحكايه؟ الله، بيقول لك احسن من اي شيف. لا ده احنا نجيبك هنا في فقره بقى يا رقي. طيب انت حطيتي دبس الرمان، حطيت دبس رمان، ملح، فلفل، فلفل اسود، اوكي، كمون، تمام. ده ايه؟ جوز رشة كزبره بسيطه، دي كزبره. الثانيه اللي فيها جوز الطيب ولا البطاطس الثانيه، وده ايه؟ ودي بابريكا. لا ما بحبش الشطه قوي عشان الولاد صغيرين. فبنحط بابريكا، بتدي طعم الفلفل في الوقت نفسه، ما بتبقاش حراقه. لو حد بيحب السبايسي يحط بقى هو براحته، يحط الشطه زي ما هو عايز. وهنقلب دوت تقليبه كويسه كده حلوه. قولي لي انت كمان، انت ريسيبيز ديفلوبر او مطور ريسيبي او مطور وصفات. ايه مطوره وصفات؟ يعني ايه؟ بصي دي شغلانه غالبا بتعتمد على شركات الطعام الكبيره، فود اندستري، يعني زي مثلا الشركات اللي بتعمل صلصات او اللي بتعمل حاجات زي كده. دول بيحتاجوا ان هم ينزلوا وصفات مناسبه للمنتجات بتاعتهم. اوكي. فانا وظيفتي ان انا بدرس المنتجات بتاعه الشركه وبشوف ايه الوصفات المناسبه ليها، وببدا احط الوصفه ونجربها اكتر من مره قبل بقى ما الشركه تنفذها وتبدا تنزلها بقى على العبوات او تنزلها في الصفحه بتاعتها على الفيسبوك او الكلام ده كله. تبتدي تسوق لها يعني. كمان انا يعني بقدر اخترع وابتكر وصفات من الاول. اوكي. يعني مش بشوف مثلا وصفه وابدا انفذها، وانما ممكن تديني مجموعه مكونات عشوائيه تماما تقولي اخترع منهم وصفه او طلعي منهم وصفه. فده شغلي. اوكي. انا ما درستش طبخ. انت شركه دي دراسه ولا دي موهبه؟ قصدي موهبه على فكره، انا بشوف ان دي ما لهاش علاقه بالدراسه، دي موهبه. انا ما درستش طبخ بشكل اكاديمي. يعني انا حاولت ادرس بس للاسف ما كانش نافع. بس درست كتب طبخ كتير ونفذت. قريت ونفذت وصفات كتير جدا جدا، يعني مسجل باسمي مثلا على الانترنت وفي مواقع وحاجات زي كده اكتر من 600 وصفه باسمي. واو. اوكي. وعندي طب ندخل دي واحنا بنتكلم. دي عاملين نسخه دي. ولا دي اللي هنطلعها؟ احنا عاملين نسخه منها تانية. حلوه قوي. يبقى نحطها على جنب. فهي دي كده جاهزه ان هي تدخل الفرن على قد ايه؟ على 180 مثلا ولا 200 ولا 200؟ هتقعد حوالي ثلث ساعه. حلو قوي. بصوا هو لحد ما البطاطس تستوي. يعني السجق كده كده مش هياخد وقت، فالاساسي لحد ما البطاطس تستوي. بس كده. دي اول وصفه، ما خدتش مننا 10 دقايق بجد بمعنى الكلمه يعني. اعملوا بقى معاها حبه مكرونه ريد صوص او حبه مكرونه حتى لوحدها كده مسلوقه. اصل انا من عشاق الباستا او المكرونه. انا عظيمه، جميله جميله. هو اكشلي انا كنت عايزه اعمل باستا النهارده، بس انا رجعت الحلقات الكتير بتاعت البرنامج اللي فاتت لقيتنا بنعمل باستا كتير قوي. عشان كل المذيعات الحقيقه بيحبوا الباستا الحقيقه، وكل المشاهدين بيطلبوا مننا اعملوا باستا كتير يا جماعه. هديكي يعني ريسيبي وصفه سي فود عظيمه بجد. خلص او هديها لك. مش طب انا معاكي، انا معاكي. طيب هنعمل الوصفه الثانيه اللي هي بقى السجق بالبطاطس عادي جدا. مش ده مش طاجن بقى؟ لا لا لا، ده مش طاجن. اوكي. دي بقى هنبدا نولع البوتاجاز ونبدا نطبخ. ثانيه واحده. اوكي. بس نطلع الزيت من تحت. ماشي. قولي لي بقى، انت اصلا زي ما انا قلت في وانا بقدمك ان انت اصلا كمان كاتبه، بتكتبي؟ ايه نوعيه الكتابات اللي بتكتبيها؟ انا بكتب ادب، بكتب روايات، بكتب قصص، بكتب مقالات، بكتب ريفيوز للكتب والافلام. ما شاء الله. جايبه وقت منين يا هبه؟ لا
لا عادي، هو مفيش اكتر من الوقت. طب والله بصوا، قالت كلمه حلوه، مفيش اكتر من الوقت، احنا اللي بنضيع وقتنا. يعني اللي عايز يشتغل هيعرف يظبط نفسه. يعني احنا بنقعد نضيع وقتنا في رغي، في تليفونات، في نميمه على الناس، في دي قالت وده عاد وده زاد. يعني والله العظيم انت اجمل حاجه قلتيها النهارده، ان احنا اللي بنضيع في وقت. مع الوقت في وقت كتير، في وقت كتير. يعني اللي عايز يعمل اي حاجه يقدر يعملها. يا جماعه الموضوع مش صعب. صح. اوكي، نظم بس وقتك وشوف انت هتقسم ساعات يومك على ايه وهنشتغل عادي. بتكتبي حاجات عن المرأة؟ بما ان النهارده حلقتنا بقى كلها يعني برنامجنا كله عن المرأة الحقيقة، يعني هو اكشلي اول ما بدأت اكتب كنت بكتب في موقع متخصص اصلا في المرأة. في المرأة كان موقع مصري ما زال موجود يعني، عن المرأة. كنت بكتب مقالات في دعم المرأة، يعني مقالات عن حياتها وعن حالتها النفسية وحالتها المزاجية وازاي تعيش حياة اسعد، ازاي تحقق امنياتها، وازاي تحقق ذاتها، ازاي توفق ما بين ذاتها وما بين بيتها وما بين حياتها، بحيث ان مفيش يعني مفيش طرف فيهم يجي على التاني. طب حلو قوي. الدراما نقلت يعني، او في كتابات كتير جدا للمرأة اتنقلت للدراما بشكل او باخر. هل شايفة ان كل الحاجات اللي اتمثلت للمرأة شايفة ان هي فعلا بتنقل الواقع، ولا لا بيبقى في حاجات اقل او حاجات زيادة؟ بصي، هو في حاجات اقل طبعا، وفي حاجات فيها افارة كتير قوي. بس خلينا نقول ان المرأة مش شخص واحد. اوكي، يعني التجربه اللي انا بعيشها غير التجربه اللي غيري ممكن تعيشها. الواقع اللي انا بشوفه قد يكون مختلف عن الواقع اللي غيري بشوفه. بس بتجاز عالي ولا لا؟ هو مش شغال اساسا. قلبي بيقول لي انفصل. ايوه لا هو مش شغال. استني احنا هنعمل ايه؟ احنا نعلم على هي عندي. وبعدين كده، وبعدين ايوه ما يجيبها لستة. عملت يا رائد دبل. لا استنى، فين الاهو؟ لا انا كنت عامله. هو ليه ما فيش؟ لا ما تكسفونيش بقى. لا ايوه لا خلاص كده صح. كده تمام. فالمرأة مش شخص واحد ومش فكرة واحدة. ففي مثلا مسلسل ممكن ينطبق عليا، في فيلم ما يحققليش اللي انا حاسه بيه، بس يحقق لواحده تانية افكارها او هي حاسه بيه. فالفكره كلها ان المراه مش شخص واحد، مش فكر واحد، ومش المراه يعني بشوف، بس ما بقاش بصراحه ده موجود. كنت بشوف ساعات ان المراه بتبقى بيطلعوها بالشكل المستضعف اللي غلبانه. لا ما بقاش فيه. المراه بقت قويه جدا يا جماعه. الموضوع بقى الحياه بقى فيها تنوع. يعني مثلا لو خدنا مسلسل مثلا زي، خلينا نقول مثلا اكتر مسلسل مثلا عبر عن المرأة في اخر 10 سنين كمسلسل زيت مثلا. طبعا. اوكي، في كل نماذج المرأة في مسلسل زيت. من اول حياة زيت شخصيا لصديقاتها. هي نفسها في مراحل، يعني هي الفنانة نيلي كريم نفسها في زيت هي شخصيا مرت بمراحل كتير جدا في حياتها، مراحل عمرية كتيرة. صح. وتجارب كتيرة خاضتها وتجارب حياتية كتير خاضتها، ومن التعليم للشغل للدراسة لتربية الأولاد، وبعد كده نماذج صديقاتها اللي كل واحدة منهم كانت بشخصية وبأسلوب وبكلام. فالفكرة كلها إنه المرأة مش شخص واحد. صح. المرأة مش كائن واحد. وبعدين يعني انا هنا بيحضرني جمله غريبه قوي. ليه مثلا بنقول مسلسل المراه ما بنقولش، او بنقول الاعمال الدراميه المعبره عن المراه ما بنقولش الاعمال الدراميه المعبره عن الرجل؟ اوكي، يعني احنا ليه بنستريس على فكره المراه مع ان عشان احنا عندنا ثقافه من زمان او عندنا معتقدات من زمان ان يعني الست مغلوبه على امرها والست مش واخده حقها. يعني بجد 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 في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا انا شايفه ان كل واحد خد حقه. المراه خدت حقها، الطفل خد حقه، ذوي القدرات الخاصه خدوا حقهم، الراجل نفسه خد حقه، كلنا خدنا حقوقنا بجد يعني. فلا احنا كانت هي ممكن فكره مترسخه عندنا من ايام زمان او معتقدات من زمان. يعني هي الفكره كلها ان هم دايما شايفين المراه ككائن مستضعف او كائن درجه تانية. فاحنا بنبدا ان احنا المسلسلات بتعبر او الاعمال الدراميه والاعمال الادبيه دلوقتي بدات تعبر عن شرايح كثيره قوي في المجتمع. يعني حتى ده بدا كمان يظهر في المسلسلات القصيره، ان انت ما بقيتيش تشوفي شكل واحد للمراه طول الوقت. كل حلقه، مجموعه حلقات بتقدم شخصيات مختلفه. حقيقي حقيقي.
طيب احنا دلوقتي حطينا البصل والثوم على معلقتين زيت وبدانا بقى نقلبهم لحد ما يبدا يدبل شويه. انت دي برده الوصفه دي هتدخليها الفرن؟ اه هي بتدخل الفرن. ممكن لو عايزين ناكلها كده ناكلها كده، بس هي في الفرن بتبقى الطف يعني. لطيف. عندك كتابات او روايات او يعني تم اصدارها او كده؟ انا شاركت في كتاب قبل كده مع الموقع اللي انا كنت بشتغل فيه، صدر عن دار الشروق، اسمه كل البنات حلوين. قاعدة على وزن كل البنات بتحبك. ده زي ما قلت لك هو الموقع كان بيتكلم في دعم المرأة اولا واخيرا. فالفكرة كلها ان احنا جمعنا مجموعة قصص ومقالات من الموقع علشان تتكلم عن تفاصيل المرأة. فانا كنت مشاركة في بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن تمكين المرأة بكل تصرفاتها. المرأة اللي محتاجة دعم نفسي، المرأة اللي محتاجة دعم اجتماعي، المرأة اللي محتاجة دعم مادي. احتياجات المرأة بكل كل يعني انت في الحلقة برضو النهاردة كانت مع ضيفتي أستاذة نهال بنتكلم ان كل مرأة ليها احتياج، في واحدة ليها احتياج مادي، في واحدة ليها احتياج نفسي، فيها واحدة احتياج ان هي تعمل بيت وأسرة يعني كل. وعلى فكرة كل النماذج دي انا مش غلط، كل واحدة بتشوف احتياجاتها ايه وبتتجه في الاتجاهات دي. بالظبط بالظبط. فهي الفكرة كلها انه احنا الكتاب يعني كانت كل كاتبة مثلا شاركت بموضوع بحيث ان احنا نطلع كتاب مجمع في كافة اشكال الدعم اللي ممكن تكون المرأة محتاجها. صح. اوكي. ده كان مشاركتي الاولى في اول كتاب. وحاليا في مش حاجه عن الراجل بقى عشان الراجل ما يزعلش ولا هيبقى فيه ان شاء الله. اكيد طبعا احنا هنستغنى عن الرجاله. لا طبعا دول حبايبنا. يا سلام. ما نقدرش نبعد عنهم ولا نستغنى عنهم. ودلوقتي شغاله على روايه المفروض ان هي تصدر على معرض الكتاب الجاي ان شاء الله. ايه بقى؟ مش هنحققها بس قولي لي يعني ملامح عنها. حياة بتتكلم عن حياة المرأة بعد الطلاق والتردد اللي ممكن تكون مرت بيه والتجارب الحياتية اللي ممكن تكون مرت بيها لحد ما بتبدأ تتجاوز مرحلة التخبط لحد ما توصل مرحلة الاستقرار. بتستعيني او بتقعدي مع اشخاص حقيقية في كتاباتك يعني بنماذج فعلا حقيقية وتكتبي عنها ولا ده من وحي خيال المؤلف؟ لا هو على الاغلب من وحي خيال المؤلف. يعني بصي هو انت بتعيشي حياتك كإنسانة وبعدين خبراتك الشخصيه ديت هي اللي بتبدأ تطلعيها في الكتاب. خبراتك والخبرات الحياتيه اللي حواليكي بقى صحاب اهل يعني اكيد اكيد حواليكي واحده على الاقل واحده مطلقه اكيد فاكيد أكيد. بتسمعي يعني أكيد. والفيسبوك في جروبات الجروب اللي هي بتاعه السيدات والحاجات طبعًا دي طبعًا. بتحكي وبتلاقي قصص كبيره جدا طول الوقت بيتكلموا وبيحكوا عن تجاربهم وروحوا في قدام المحكمه هتلاقي قصص كتير جدا. وقفة المحكمة ديت هي اللي ألهمت حسن شاهل ان هي تكتب رواية زي أريد حلم وتتحول فيما بعد الفيلم يغير قوانين أحوال شخصية. فالكتابة قادرة على ان هي تغير الأدب والفن قادرين على ان هم يغيروا المجتمع. في الانترو كنت بتكلم انا وزميلتي ديما عن الأعمال الدرامية وقد ايه هي بتأثر في القوانين دلوقتي. مسلسل تحت الوصاية بالزبط. غير او يعني مش غير لسه طبعا بيبقى فيه على في مجلس النواب في مناقشة طبعا في تغيير قانون الوصاية وعلى غيرها حاجات كتير جدا الحقيقة يعني زي ما انت قلتي من زمان بقى لو هنتكلم من زمان. لا فيلم أريده حلنا برضو بالظبط يعني هو على مدار مثلا يعني الطلاق. من اول ما المسلسل الفيلم بتاع أريده حلًا اتعرض الموضوع خد مثلا وقت ما لا يقل عن 25 سنة في مداولات مجتمعية لحد ما وصلنا لقانون الخلع طبعا. اوكي عشان واحدة ست مش قادرة تعيش حياتها فلازم يكون ليها حل، لازم يكون في حل طول الوقت، لازم يكون في حلول والحلول ديت لازم يكفلها القانون والمجتمع. اوكي. فالادب بيسلط الضوء على المشكلة انما فيما بعد المجتمع هو اللي بيتحرك وبيتصرف عشان يلاقي الحلول ديت. ماشي. احنا دلوقتي بنعمل ايه بقى؟ احنا لسه بنقلب البصله اوكي لحد ما تدبل شويه. طبعا هي وصلت للمرحله دي دبلت خالص مع الثوم. هنبدا بقى نحط لها شويه توابل كده علشان ايه تظبط الطعم شويه. هنحط فلفل اسود، هنحط كمون، هنحط بابريكا. مين اكتر الفنانات اللي انت شايفه ان هم لا بيمثلوا المراه بيمثلوا المراه او يعني فعلا قادرين يعبروا عن المراه بشكل قوي؟ خليني اقول لك انه انا بحب المواقف الجريئه اللي بتاخدها الفنانه الهام شاهين قدام الصحافه. فكره ان هي بتقف وبتتكلم بشجاعه وبتدافع عن المراه وبتتكلم عن
دور الادب ودور الفن في تغيير المجتمع. الهام شاهين بتاخد مواقف قويه جدا تجاه قوى رجعيه كتيره قوي. بحب كمان الاداء بتاع نيلي كريم كممثله طبعا. نيلي ممثله عظيمه، نيلي يعني مفيش حد زيها. يمكن والفنانه منى زكي. انا منى زكي طبعا عظيمه وشاطره في فيلم سهر الليالي، انا فاكره كويس قوي الفيلم ده كان بيضم مجموعه كبيره جدا من النجوم، نجوم صف اول. قدمت دور المراه المصريه الزوجه اللي بتتخانق على طول، اللي قاعده برضو بتحافظ على بيتها وهي عارفه ان جوزها بيخونها، بس قاعده بتحافظ على بيتها وعلى جوزها وعلى بنتها. والفيلم ده كان برضو بيقدم نماذج كتيره جدا للسيدات وللرجال على فكره. يعني كان منها الزوجه اللي هي جيهان فاضل اللي جوزها اهملها او سايبها او هي مش في دماغه، عن الفنانه علا غانم الست اللي هي متحرره بترتبط بس هي في الاخر ست، ان هي نفسها تتجوز وتبقى قاعده في بيت واحد مع الفنان اللي هو نور الشريف، شريف منير. فبيقدم نماذج كتيره للسيدات وللرجاله. دلوقتي البصله بعد ما حطينا عليها التوابل بدات تدبل وتاخد لون ذهبي، فده بقى وقت البطاطس. ايوه اوكي، مش مشكله عادي. المغرفه ممكن لو عايزه تقربيه من المغرفه غريبه شويه، معلش اتعاملي في البيت، طلعيها بايدك عادي جدا. والله بجد اكنك احنا في البيت، احنا في البيت بنتعامل بايدينا عادي جدا. يعني دخلتي المجال الستايلنج بتاع الاكل ده من امتى؟ بقالي 5 سنين. وهو في الواقع ما بداتش كفود ستايلست، انا بدات كشيف. كنت بكتب الوصفات بتاعتي، كنت بوزعها على اصحابي وكانوا شايفين ان انا بطبخ كويس وانا شاطره في الاكل وكل الكلام ده. فقالوا لي اعملي بيج عشان تشاركي يعني الوصفات بدل ما نقعد نسالك والكلام دوت. انا عملت بيج من 5 أو 6 سنين تقريبا. هي عدد متابعينها دلوقتي وصل 1,200,000. ما شاء الله. اوكي. وبعدين بدات اشارك بقى الوصفات مع الاصدقاء. المتابعين من مختلف انحاء البلاد ولا من مختلف انحاء العالم؟ من قصدي كده العالم. من اكتر دول ايه يعني تام عندك؟ اكيد بتعملي سر يعني. مصريين طبعا ده الاساسي طبعا. اوكي، عندي كمان متابعين من امريكا ومتابعين من اوروبا ومتابعين من الوطن العربي كله. ده دول اوروبيه كمان مش عربيه بس. اكتر ناس من الوطن العربي كانوا من السعوديه والكويت. تعملي اكلات كمان خليجي يعني كبسه برياني؟ هو انا بحب الاكل السريع البسيط زي اللي احنا بنعمله كده دلوقتي. خطير اللي هو ينفع تعمليه في البيت، الولاد هياكلوه يتبسطوا بيه وطعمه حلو. وطعمه حلو وفي الوقت نفسه عارفه تحسي ان هو ايه، اكل بيت. ايوه يعني مش سلطات، مش عارف اصلا مش هقدم لولادي سلطه او شوربه طول النهار. اوكي، ده اساسي وده مهم، بس في الوقت نفسه الاساسي ان هم يبقى في اكله مشبعه في البيت. في الوقت نفسه بسيطه وسهله. فده الاتيتيود اللي انا بعتمده في الطبخ. دي الفكره الاساسيه اللي انا بركز عليها. هنحط شرايح البطاطس، الطماطم، وهنحط معلقه صلصه. كان زمان في زمان خالص كتاب اسمه ابله نظيره. بما انك كاتبه، ما بتفكريش تعملي كتاب يبقى يعني؟ طبعا احنا دلوقتي عايشين او في زمن السوشيال ميديا، لكن الكتب دي برضو بتبقى موجوده قاعده. يعني كتاب ابله نظيره ده موجود لغايه دلوقتي. هو كتاب ابله نظيره موجود، بس الفكره كلها انه الناس دلوقتي ما بتعتمدش على كتب الطبخ بشكل اساسي. اوكي، الناس دلوقتي اعتمادها الاساسي على الانترنت. بس والله عايزه اقول لك على حاجه، انا من كذا سنه كنت هنحط ملح. بشتغل في احدى القنوات، كان معايا شيف عمل كتاب. انت مش هتصدقي ان انا الكتاب ده لغايه النهارده عندي، وساعات لما بحتاج وصفه منه. وهنحط رشه فلفل اسود بس كده خفيفه. اوكي، بطلع الكتاب وبشوف الوصفه. فالكتاب برضو يعني الكتاب ليه رحنا جينا تقدمنا مش عارفه حصل ايه. انا شايفه ان الكتاب برضو الحاجه الورقيه ليها برضو قيمتها. بصي، هو طبعا قيمه الكتاب الورقي ما بتنتهيش ابدا. يعني دلوقتي في ابلكيشنز كتير للقرايه، وفي كتب الكترونيه، وفي ناس بتقرا بي دي اف، وفي كل التفاصيل دي كلها. انما قيمه الكتاب الورقي ما بتنتهيش ابدا. ما بتنتهيش طبعا. بالظبط. بس في الوقت نفسه الفكره ان اللي بيدور على وصفه طبخ
فكره ان هو يقعد يقرا زي الاول ما بقتش بيفتح الفيديو قدامه وبيشوف بسرعه انت ايه. والفيديوهات بيني وبينك دلوقتي بقت سريعه برضو يعني انتوا بتعملوها بشكل سريع بالظبط فما بتاخدش دقيقه ولا دقيقتين. يعني انا اتفرج على الفيديو مثلا في دقيقه ولا اقوم اجيب كتاب من المكتبه واقعد الف فيه مثلا مش اقل من ساعه. اوكي. فهي الفكره الاساسيه انه في الطبخ بالذات الناس بتتجه للاسهل. صح. هنسيب بقى البطاطس كده حوالي يعني 5 دقايق ولا حاجه لحد ما تبدا تستوي. طيب هنعتبر ان هي استوت ونحطها في البايركس. لا احنا لسه في مرحله تانية هي بعد دي. ايه بقى هتحطي ايه المرحله؟ هنحط بقى السجق. احنا نسينا نحط السجق اساسا. لا ما نسيناش. احنا هنسيبها تاخد غلوه هي بدات تغلي وبعدين هنحط السجق. اوكي. باديه الكتابه انت من زمان ولا الفود ستايلنج الاول؟ بصي هو انا بدات اكتب من وانا عمري 7 سنين كوسيله للتعبير عن نفسي، كوسيله للدردشه مع نفسي. بتكتبي باللغه العاميه ولا بالعربي الفصحى؟ ويعني لا شفت قالت ايه واضح ان انت معتزه جدا. بتقول لك لا طبعا اللغه العربيه الفصحى طبعا. اوكي. يعني هي العاميه لطيفه كلغه دردشه وكلام، بس كنت لسه هقول لك اللغه العاميه برضو بالبلدي هتاكل مع الناس اكتر، هتوصل لقلب الناس اكتر. احب اقرا كتاب اللي هو وفلانه وعملت وراحت وجت وسوت. بس العاميه على الرغم من ان هي قربها من الناس بس هي مش قادره على التعبير عن مكنون المشاعر والعواطف اللي جوه الكاتب. اللغه العربيه ممكن بمفرداتها الكتيره او ثرائها اللغوي تقدر تعبر عنه. اكيد الكاتب كل ما كان متعمق في اللغه اللي هو بيكتب بيها كل ما ده كانت فرصه بالنسبه له لانه تعبيراته تبقى ادق واقرب في التعبير عن المعنى. هنحط بقى رشه بقدونس. والله انا شايفه ان هي تتاكل كده من الحله او من الطاسه. حته ترغيفين عيش بلدي وشكرا. ومتامرين على الرغيفين بقى عيش بلدي تتحط مع باستا، مع باستا تتقدم مع رز ابيض. اوكي. وهي سهله خطير. وسريعه جدا يعني هي اتعملت اساسا في حوالي 10 دقائق ربع ساعه. ما كملتش حاجه. لا احنا بس يمكن عشان بنرغي فخدت وقت، لكن هي ما خدت يعني وما خدتش برضو وقت يعني. بس انا ده انا فعلا ما تاخدش 10 دقائق. طب البطاطس دي مش ممكن احمرها الاول ولا لا انت عشان؟ لا احنا بنحاول نقلل دهون. ماشي. يعني بقدر الامكان جو هيلثي. لا انا مش هيلثي خالص. انا لما اعملها احب احمر البطاطس الاول. بس انا احمر. انا بالنسبه لي طول ما الاكل كان فيه فرصه لتخفيف الدهون اللي فيه كل ما كان افضل. اوكي. يعني انا حتى ممكن احط السجق من غير سلقه، بس انا فضلت ان هو يتسلق تقللي الدهون شويه. تقللي الدهون بالظبط. فالفكره كلها ان هو اكل بيتي حلو جميل متسبك زي ما احنا بنحب، معمول بالطريقه اللي احنا بنحبها، بس في الوقت نفسه دهونه اقل. اكتر اكله بتحبي تعمليها ايه؟ سي فود. واو. انا مدمنه سي فود اساسا بجد. طب احنا يلا بقى عشان الناس تشوف الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها دي بقى. دي هننقلها في بايركس اكبر. اوكي. وبعدين هندخلها الفرن. لو الصينيه دي قبل ان هي تدخل الفرن دخلوها، ممكن ندخلها الفرن على طول بالشكل دوت. هندخلها بس لحد ما الوش ياخد لون. يلا بينا. اوكي. فهي كده خلاص بالنسبه لي بعد ما تكتكت واحنا كمان خلاص. واحنا كمان فقرتنا خلصت. طيب نبدا يلا نطلع بقى الجاهز. اوكي يلا بينا. لا بس بجد تسلم ايديكي يعني. تسلميلي. لطيفه وسهله وجميله. واحنا دايما على فكره هنا من خلال مطبخ هو هنا بنحب نقدم الحاجات السهله السريعه اللي برضو بتبقى صحيه شويه علشان الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي. معظم الناس بتتجه للاكل، مش هقول دايت، الاكل الصحي اللي هو ما فيهوش دهون كتير، علشان برضو لو حد مريض سمنه، حد مريض سكر، الحاجات دي كلها اعتقد ان هي ده يعني بتفيد حضراتكم. وده اللي احنا والله بنحاول من خلال هو وهن ان احنا نقدمه لحضراتكم. جربوا الوصفه دي، شكلها لطيف جدا وشكلها حلو جدا وسهله. وصدقوني انا ريقي جري يعني مش قادره اللي هو هنطلع يعني بقى اللي في الفرن. يا ريت. بتاخد برضو دي قد ايه في الفرن؟ يعني حوالي 10 دقايق لحد ما الوش احمر. 10 دقايق بس. هي مستويه. هي مستويه بالظبط زي المكرونه بشاميل برضو، هي دوبك الوش بس. دي اهي. ممكن عند التقديم نرش عليها رشه بقدونس خفيفه كده. اوكي. عشان بس تديها كده لون. يلا بينا.
وده طاجن السجق. التاني ده الطاجن صح؟ اه. وممكن انا بحب دايما الطواجن اعملها في الطاجن فخار، يعني الطاجن الفخار ده بيدي كمان نكهه وطعم للاكل بصراحه. بيبقى خطير. يعني انا كنت مبسوطه بوجودك معايا هبه، واكلك الجميل السريع اللطيف الخفيف الصحي. كانت فرصه لطيفه جدا 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 وانبسطت بالدردشه وانا النهارده. كمان والله بجد يعني من الحلقات المقربه الى قلبي، يعني الفود ستايلست هبه عبد العليم، انت نورتينا وشرفتينا. ميرسي قوي، ميرسي قوي يا نرمي. ميرسي ليكي. اوكي ميرسي لك والله ان انتوا استحملتونا بقى كل ده، يعني الساعتين دول. يعني يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبت حضراتكم ان شاء الله، على وعد بلقاء اخر. فهو هنا، باي باي.